انا ازاي متجوز القمر ده؟ قولي يا فريد، لبس حلو؟ ايه رايك؟ لسه جايباه امبارح. حلو قوي يا روح. اوكي، انت فطرت؟ ايوه حبيبي، وعملت لك التوست والعصير ومستنيينك في المطبخ. اوعى يكون التوست مش مقرمش. عيب عليكي. طبعا مقرمش، بس انت الحقيقه قبل ما ينشف بس. الو، هاي نهله، ازيك؟ عامله ايه؟ صباح الفل يا رندا. والنبي يا حبيبتي والنبي، عايزاك النهارده بدري في الشركه عشان في حاجات ضروري ناخد قرار فيها. انا نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، وهكون عندك في الشركه. اوكي ماشي حبيبتي، يلا سي يو دير، باي باي. والله يا مريومتي انتي تؤمريني، اوعدك ان البضاعه اللي جايه المره دي مش هتبقى موجوده عند حد في السوق غير عندك انتي. ده وعد عيب، انتي عارفه احمد الشامي لما يقول كلمه. حياتي انتي، يلا باي باي. مش هتفطر؟ ايه حياتي، مالك مكشره في وشي كده ليه؟ ده انا على سفر. اه، ما انت طول السنه على سفر، ايه الجديد يعني؟ اكل العيش يا حياتي، وبعدين ده هم يومين في الصين صد رد. وماله تقعد شهر شهرين، ايه الجديد؟ هو انا بفرق لك اصلا؟ ما كفايه عليك مريومتك. وهو انت يعني اللي فاضيالي؟ ما هاني بيواخد كل وقتك. هاني ده هبقى مديره مكتبه، وده شغلي، هروح اودي فطار الولاد. وانا برضو ده شغلي، بس انا ما بقولوش يا هنو. انتي الو؟ ايوه يا بسبوستي. الو، اديني مدام رويدة. هاني عرفات، هاني عرفات. بونجور، يعني ما بترديش على موبايلك بس بتردي على تليفون مكتبة عادي. ايه عايزة توصلي لي ان اللي بينا علاقة شغل وبس؟ بالظبط كده. ما انا مش فاهمك بصراحة يا هاني، ما انت مصاحب نيلي شاهين، ده غير طبعا مراتك القمر فيروز. عايز مني ايه غير الشغل؟ يا بنتي نيلي شاهين دي كانت زمان والله، خلاص يعني وقته عدى. طب وفيروز؟ لا، فيروز دي مراتي. والله نفسي اعمل زيك كده. اه حبيبي، بقول لك ايه، انا عندي كلاسين بس وراجع، ايه رايك نتغدى بره؟ صعب والله يا بيبي، عندي شغل كتير قوي، بس اوعدك قريب قوي نعمل كده. تنصب، كل مره بتقولي كده وبعدين تقولي شغل. اي بروميس، الويك اند ده يا نتغدى يا نتعشى سوا. اي كلام، وبعدين تطلع لي ب 100 ميتنج و100 ميعاد. بس تمام، لا ما تقلقيش، هظبط. حلو ده، ما هو ذوقك يا حبيبتي. ما انا عارفه، وماله حلو ليه. شكرا يا حبيبي، يلا خبيك على نفسك. اوكي يلا، عاوز حاجه؟ حاجه جود داي يا حبيبي. باي. ادخل. القهوه بتاعت حضرتك يا باشا. تسلم ايدك يا محمد. شكرا يا محمد. اي خدمه تانيه يا باشا؟ تسلم لي. صباح الخير يا مدام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مهلجه؟ اه، وبعت لي حضرتك قلت لي عليه. طيب تمام. بعد شويه عندي ميتنج هخلص وابعت لك.
مش مشكلة، مش لازم كل تفصيلة تحكيها لي. ها ركز في شغلك بقى. Have a good day. باي. بونجور يا نهلة. صباح النور. لسه كنت بدعي عليكي في سري. ليه ان شاء الله؟ ما انا جيت على طول اهو. يا بنتي بتكلم على الاوفر الزفت اللي انت عماله رويده العمر. ايه الاسعار اللي انت حطاها دي؟ سيبك بطفش. بتطفشي ليه؟ ما انت عارفه هاني ان هو مهتم جدا بالديل ده. وهو مهتم ليه؟ مهتم عشان عايز الموز ده. تفتكري انت هتستعبطي؟ يعني انت مش فاهمه يعني؟ معرفش، انا كنت شاكه صراحه في الاول. خليكي كده طفشي. بس هو انا ليه بلاحظ انك دايما بتحب تبوظي علاقات هاني مع الستات الحلوه؟ نعم اكيد، يعني انا مش بغير على هاني مثلا. امال لو مش كده يبقى ايه؟ لا انت عبيطه ولا ايه يا نهله؟ انت فعلا متخيله ان انا بغير على هاني مثلا؟ ايه الهبل اللي انت فيه ده؟ انا كل الموضوع اني بتحمق لفيروز عشان هي صاحبتي، وهي اصلا اللي عرفتني على هاني، وهي اللي جابتني الشركه. وانت هنا مش عشان تشتغلي جاسوسه لفيروز على هاني يا رندا. هي اصلا ولا داريه ولا حاسه باي حاجه ومبسوطه وزي الفل. يبقى الصح انك تركزي في شغلك يا رنطة. لا هو مش موضوع داريانا، المشكله ان فيروز عندها ثقه في نفسها رهيبه، ومش ممكن تتخيل ان هاني ده اللي هي اختارته من وسط كل الرجاله اللي حفيوا عليها يطلع بيخونها. هو حيوان قوي بصراحه. يعني واحد يبقى متجوز واحده زي فيروز يبص بره، ايه الرجاله دي يا ماما؟ في ايه؟ ما كلنا حلوين. وبعدين كل الرجاله كده مش بس هاني. احمد جوزي مثلا سليم، يعني ما انت عارفه كويس قوي عامل فيا ايه. ده فريد جوزي. بصي قبل ما افتح الفويس نوت هقول لك هو بيقول ايه. حبيبي انا خلصت الميتنج. حبيبي انا خلصت الميتنج. شفتي هيشلني. يا بختك مفيش حد عاجبه حاله. انا فعلا مش سعيده في حياتي. ليه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور رندا. فين الاوفر بتاع رويده العمري؟ معايا من امبارح. لسه بركه. عملتي ديسكاونت كويس؟ لا ما عملتش ديسكاونت. لا انا عايزك تعملي ديسكاونت كويس. اعملي اكبر نسبه تقدري عليها. انا عايز الديل ده يخلص في كلمتين، اللي هو تقرا توقع باي اوفر. اوكي؟ وماله؟ سهله. يلا انا في مكتبي. طيب اتفضلي وابقي لمي رجلك دي. يا سعيد بيه، لو حضرتك عايزني ان انا اسافر اسوان اترفع في القضيه انا تحت امرك. فريد انا بثق فيك اكتر واحد في المكتب عندي. انت اهم محامي عندي فعلا، والقضيه دي بالذات محتاجه حد دماغه شغاله زيك. خدها ادرسها وجهز نفسك عشان تسافر، ولما ترجع عندي قضيه اهم. تمام يا فندم، انا كده كده عندي فكره عن قضيه وهسافر اترفع وارجع في نفس اليوم. وليه تبهدل نفسك كده؟ انا حاجز لك فوق تاني. انا كده ولا كده هسافر بتذكره طيران على حسابي يعني، وابقى وفرت لحضرتك الاقامه برضه عشان خاطر المدام. بصراحه ما احبش يبقى عندي فرصه ان انا ابات في البيت وابات بره. ما تركبش معايا. بص يا فريد، حلو قوي انك تكون راجل ملتزم بتحب مراتك بالشكل ده، بس خد بالك زي ما بيتقال ان وراء كل رجل عظيم امراه، ساعات بيكون وراء كل فاشل امراه برضه. انا الحمد لله مراتي من النوع الاولاني. انا بس بنبهك، وانت اكيد اضرب حياتك وظروفك، ولو حياتك استمرت صح بعد 10 سنين من دلوقتي هتكون المحامي الاول في مصر. بعد حضرتك طبعا يا فندم. معلش انا اسف لازم احط التليفون ده. اتفضل. ايوه بيبي. بيبي بقابلني. هبعت لك على الواتساب الاوفر بتاع امبارح. بص عليه بصه كده وقول لي لو محتاج اي تعديل اعدله على طول. بس بسرعه بليز. ها؟ لا يا حبيبي تمام، انا كويسه مفيش حاجه. والله ما في حاجه مضايقاني عادي، بس مش كل مكالمه يعني هنقعد نحب في بعض. طب باي باي دلوقتي يا فريد عشان عندي شغل. باي يا رزق. نعم. تعال. نعم يا فندم. عايزه مين دي؟ دي حضرتك كانت بتسال على مكتب الاستاذه هيلي. لا والله. يا فندم. طب تمام اتفضل. ايه بعد اذن حضرتك. رهيب. عيني عليك يا فيروز. بصي لإيدك.
تويست. رول يور شولدرز باك، رجعي كتافك، رجع كتافك ورا، رجع كتافك ورا. لا مش بيس. تراي تو ليفت ات هاير، تبقى ستريت. يلا اند 1 2 3 5 minutes. يلا 5 minutes، 5 minutes break. يلا فيروز حبيبتي، ازيك؟ انا عايزه اشوفك النهارده شويه. هاي يا رندا، وحشاني يا زفته. بصي هخلص كلاس واكلمك، نطلع ناكل حاجه سوا او نشرب كافي، ماشي؟ فيروز. ايوه سوري ما لحقتش احفظ اسمك. محمد صح؟ لا لا لا، مروان. اه سوري يا مروان، معلش انتوا كتير وكل يوم ناس جديده. معقوله يعني 3 شهور بحضر لك ولسه ما حفظتيش اسمي؟ سوري I'm not good with names. لا ان شاء الله المره دي اكيد هتحفظيه، يمكن عشان دي اول مره برضه اجي اتكلم معاكي فيها. بصراحه يعني انت مش فاهمه انا مبسوط هنا معاكي ازاي. ده انا بقيت بستنى مواعيد الكلاسز بتاعتك والله اكتر من اي حاجه ثانيه. جود جود، اكيد ابتديت تحس انه فارق معاك. الصراحة يعني انت تفرقي مع اي حد، ده وجودك في حد ذاته قدامي مصدر سعادة والله. ثانك يو مروان. يلا احنا البريك خلص. معلش ثانية واحدة بس، كنت حابب اعرفك بنفسي. انا دكتور مروان نشار دنتست، وعندي مركز تجميل اسنان، واحد في القاهرة الجديدة وواحد كمان في دبي. اه والله؟ طيب حلو، بس انا الحمد لله اسناني مش عايزة تجميل. يلا خلينا نكمل الكلاس. ثانية واحدة بس، هو انا ينفع اخد رقم تليفونك؟ هو في ايه؟ لا مفيش حاجة، عادي رقم تليفونك مش مشكلة. الرقم متعلق اهو، وانت اكيد موجود على الجروب. لا الرقم المتعلق ده رقم البيزنس بتاعك، انا كنت عايز البرايفت نمبر. سوري مش بدي رقمي لحد ما اعرفوش، وجوزي كمان بيتضايق. اه اوكي سوري، معلش بعد اذنك. مروان ثانية تعال، ده رقم كوتش اسمها شيمو تي ار اكس، بتدي نفس الكلاسز بتاعتي واحسن بكتير، في الجيم قريب من هنا، ممكن تحضر معاها من الاسبوع اللي جاي. يلا جايز ريلاكس، يلا كله على ظهره، يلا ستريتشنج، يلا اسرع اسرع، يلا عايزين نخلص. بصي بقى يا بيبي، ده الراجل هو المفروض انه القاتل. بصي شايفه يا حبيبي، انا هستفيد ايه بس لما اشوف صورته؟ يا حبيبتي بعيشك معايا تفاصيل القضيه. طب تمام انا عشتها معاك اهو، خلاص بقى. طب استني استني اوريكي بقى القتيل، صوت القتيل. بصي مش عايز اشوفها لو سمحت، كفايه كده عشان خاطري يا بيبي. طب هكلمك بعدين، هكلمك بعدين عشان اسيبك. ها قريت شويه يا فندم؟ احنا موكلنا بريء 100%. الجريمه تمت بسلاح آلي، سلاح الآلي تقيل ورده فعله قويه. التقارير الطبيه اثبتت ان موكلنا عنده اصابه في دراعه من حادث قديم، وبالتالي مش ممكن يكون هو اللي مسك السلاح الآلي ومن المسافه دي كلها وكمان اصاب الهدف. ما تجيش. فين القفر يا بنتي؟ لسه دايس ستاند حالا، هتلاقيه على مالك دلوقتي. اخيرا. بقول لك ايه، تعالي تعالي تعالي. ايه؟ بقول لك ايه، مين اللي كانت عند هاني دي؟ كانت ايه؟ ما هي لسه مرزوعه عنده في المكتب، وقال لي مش عايز حد يزعجني. لا والله. ايوه دي مين يعني؟ غريبه. بنت لو مراته مش هتعملي كده. انا لو حد ما اعرفكيش اقول اكيد تغيران عليه. تاني يا نهله؟ انت يا بنتي هبله ولا ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ انت عبيطه؟ انت تتعصبي عليا ليه؟ هو انا اصلا ناقصه؟ عموما هي اسمها، مش عايزه اعرف اسمها. احسن اروح اطبع القفل بتاعي. روحي. لا أنا كنت عايزة أعرف، بس أنا مش معجبة بيه. معجبة بيه ده إيه؟ هو هاني بيعجبني، بس بيعجبني عادي. لا طبعاً مش أكتر من كده. والله يا رندا لسه راجعة من الجيم مهدودة، كان عندي كذا كلاس النهاردة، مش ناوية تيجي يا نصابة؟ ما أنا قلت لك بيبقى عندي برايفت بالليل. ماشي ماشي، طب قولي لي تحبي نعمل إيه النهاردة؟ يعني على 8 9 يكون هاني رجع ونزل تاني وأكون نايمت سارة وكده، يعني أنت فاهمة. لا إن شاء الله يا حبيبتي نعمل كده شور، أنت وحشاني أصلاً. يلا سي يو حبيبتي. يلا باي باي.
الو فيروز. مين؟ انا مروان. مروان مين؟ مروان الشهر معاكي في كلاس. اه والله؟ وحضرتك جبت رقمي منين؟ شكلك لسه مش عارفاني كويس. اسالي عن مروان نشار وساعتها هتعرفي كويس قوي انا جبت رقمك ازاي. اه اوكي. وده اخرك في الصياعه يعني؟ فندم بقول لك ده اخرك في الصياعه يعني انت جبت رقمي فانت كده المفروض انك جامد يعني؟ هو حضرتك عبيط؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بجد والله هو حضرتك عبيط ولا بتستعبط؟ بص بقى رقمك ده انا هعمل له بلوك. ولو ثانيه واحده منصوره لو حاولت تتصل بيا مره تاني او تتعرض ليا انا هقول لجوزي فاهم؟ منصورة يا منصورة. ايوه يا مدام فيروز. ايه في ايه؟ انتي نظفتي هنا؟ اه نظفت. اه والله نظفتي المعالق والشوك دي؟ اه. وايه الوساخه دي؟ ايه ده؟ والكوبايه دي اشرب بيها ازاي دي انا؟ والله نظفتها. ما تحلفيش كدب عيب. انتي بتاخدي كام يا منصورة؟ ازاي يعني؟ ايه هو اللي ازاي؟ بسألك سؤال اهبل جدا يعني المفروض انه مفهوم. بتقبضي كام؟ 4000 جنيه. نخاف ربنا في شغلنا بقى. ده حتى التلميع بقى شغلانة. منصورة أنا بحبك، ما تزعلينيش. عارفة يا بيبي؟ أنا في ثواني قدرت أعرف مين قتل الحقيقة. تقدري تقولي كده موهبة من عند ربنا. حاجة بتقولي في ودني هو ده أو امشي في السكة دي. وثلاث أرباع الوقت بيطلع صح. ما شاء الله. المكرونة حلوة؟ تحفة حبيبتي تسلم ايدك. مش انا اللي عاملاها. دي مبروك. مش اكيد بتوجيهاتك يعني؟ لا مش بتوجيهاتي. مش مشكلة. عارفة بقى حبيبتي لو مرة فلتت مني يعني توقعت حاجة وطلعت غلط اراجع نفسي كده الاقي لازم اكون عملت حاجة غلط في الفترة اللي فاتت. يعني مثلا كدبة عبيطة. دخلت في اللي ما يخصنيش. ربنا بيعاقبني على طول زي ما يكون الهبة دي هو مديهاني بناء على فضيلة الصدق والأمانة. لا بس أنا متهيألي يا فريد إن مش المفروض البني آدم يقول كل حاجة كده مرة واحدة. يخبي شوية يعني عادي. لا ما هو في فرق ما بين إنك تخبي حاجة أو تمتنع عن الإدلاء بمعلومة ما وما بين إنك تقول حاجة على عكس الحقيقة. هو ده كده إدلاء؟ لا هو مش موضوع إدلاء خالص. يعني أنت يا فريد عمرك ما كدبت عليا؟ لا طبعا ولا عمري هكذب عليك. بس عارف إن ده ممكن يبقى ممل. ما تجرب تكدب عليا شوية. أنت أكيد بتعرضي حبيبتي. أنا حتى لو اتورطت وكدبت مش ممكن أكدب عليك أنت. أنا الكذب بالنسبة لي خيانة وأنا مش ممكن أخونك. بقولك ايه؟ ما تيجي معايا أسوان. لا اجي أسوان اعمل ايه؟ استني تاخدي اجازه شويه. هو بالنسبه لي بدل الشحطات واضطر ارجع في نفس اليوم. هو تغيير بالنسبه لك. ليه ترجع في نفس اليوم يا فريد؟ ما تبات، بات ليله، بات ليلتين، مش مشكله يعني، مش لازم اكون موجوده معاك، عادي. انا مش ممكن اعمل كده. تعمل ايه؟ مش ممكن ابات بعيد عنك. يا ابني هو انا خلفتك ونسيتك؟ يخرب بيتك. موبايلي بيرن. الو اي فيروز. بقول لك ايه، تعالي نروح اي ريستوران او كافيه نقعد نرغي وخلاص. ماشي. الو. طيب بعدين يا رندايلا. سيو حبيبتي. بابي سيو. ها انتي بوسه تاني. هاي يا هاني ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه؟ بتعملوا ايه؟ مفيش ولا حاجه. قولي انت قاعد ولا نازل تاني؟ لا نازل تاني. اشمعنى؟ اصل لسه كنت بكلم رندا واتفقنا ننزل، بس لو كنت قاعد كنت هقعد. انا حظي وحش. كان نفسي والله يا بيبي بس انا عندي شغل كتير يعني. بس زي ما وعدتك الويك اند ده يا نتغدى يا نتعشى سوا. قولي لي بقى هتروحوا فين؟ لسه مش عارفين. ماشي هدخل انا العب بقى مع سودا بقى واقعد اعطي شويه كده. ماشي يلا بينا. يلا 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 انا هدخل البس. ماشي حبيبي يلا. ماشي يا بابا. ماشي سلام حبيبي. اخباره ايه يا امر؟ كويس. عايز يتجوز تاني يا ستي. يتجوز؟ يتجوز مين؟
طنط بوسينة بنت عمه كان بيحبها قبل ما يقابل ماما. طب وما اتجوزهاش ليه من الاول؟ ما هو كل شويه كان بيتجوز. لا بصي بقى، بابا اتجوز على ماما مرتين واتطلق، وجوز اثنين تانيين واتطلق. ماما كانت ممكن تقبل اي حد لانه عارف ان هيتجوز شويه ويطلق، الا طنط بوسينة، عارفه ان هي كانت الحب الاولي. تهيألي مامتك كانت عايشة حياة كلها سسبنس. مؤامرات وخطط بس خلي بالك، هي الوحيدة اللي فضلت على ذمته لحد ما ماتت، كان بيعشقها. بس سبحان الله، انت مش طالع لباباك خالص، عكسه تماما. بتحب تلعب على المضمون، بتخاف من التغيير، تقليدي يعني. ايه يا حبيبتي؟ تحب اتجوز عليكي؟ لا طبعا. عموما سيبك، أنا نازلة. الله، نازلة فين؟ مش قلنا هنشغل فيلم ونعمل فشار ونسهر سوا؟ لا لا لا، أنا خارجة أشوف فيروز. اشمعنى؟ عادي يعني، هنخرج كده نقعد نرغي في أي حاجة. أيوه، هتروحوا فين يعني؟ فريد يا حبيبي، أنا بقعد في البيت مخصوص عشان خاطرك. بس أنت كمان بيتوتي بزيادة، مش كل ما هقولك إن أنا خارجة هتقلب لي وشك يعني. طب ما تخرجي معايا، أنت قلت لي يلا نخرج قلت لك لأ. عشان أنت بتخرج غصب عنك يا فريد. ولما بتخرج بيبقى نفسك ترجع البيت، ولو خروجه اتلغت بتبقى في قمه السعاده. يعني بتقفلني من الفكره قبل ما تبتدي اساسا. اخرج معاك لما احس ان انت حابب تخرج معايا، مش بتعمل لي جميله؟ خلاص خلاص. خرجي زي ما انت عايزه، وانا كمان اشوف حد من اصحابي يروح اي كافيه ولا حاجه. طيب تمام، ايه المشكله؟ لا مفيش مشكله، بس انتي خارجه انتي وفيروز بس صح؟ هاني مش جايه. انت غريب قوي يا فريد، وايه المشكله لو هاني جاي يعني؟ مش كفايه مستحمله معاكي في الشغل؟ كمان هتخرجي معاه؟ ايه خارج مع المدام والموظفه بتاعته؟ ايه ده؟ ايه الافكار دي؟ وايه الموظفه بتاعته دي؟ انا مش بتاعت حد. انا اسف حبيبتي، مش قصدي، بس انتي عارفه كويس قوي ان هاني سمعته زي الزفت. ما بحبش ان حد يشوفك خارجه معاه، حتى لو مع مراته. ماشي يا فريد، عموما اطمن، انا خارجه انا وفيروز لوحدنا. بصي أنا بعرف أبسط نفسي، مش بسمح لأي حاجة تضايقني إلا إذا تستاهل، حتى لما بزعق المنصورة الشغالة طلعها عيني طبعاً، بس حتى دي ببقى بزعق من بره. أنت عارفة دماغي. أنت أصلاً من أكتر الناس اللي بيثبتولي إن الدنيا دي فعلاً بتغير البني آدمين. اللي يشوفك زمان وأنت رجالة مصر كلها بتجري وراكي ما يشوفكيش دلوقتي، وأنت جوزي وبيتي وبنتي. مين دي؟ على فكرة أنا لسه زي ما أنا، بحب التنطيط والخروج والسهر، والرجالة لسه برضو عارفيني في حياتي، بس كل الحكاية أني برتب أولوياتي مش أكتر. قوليلي أنت عاملة إيه مع فريد؟ لا سيبك مني أنا، قوليلي أنت عاملة إيه مع هاني؟ هاي. هلو، أخيراً. والله أنا مش مصدق نفسي. حلو قوي البرفيوم ده. هو أنت كده عندك كل حاجة من الآخر؟ إيه بقى؟ زن زن زن، نتقابل أقول لك لأ، مفيش فايدة. سنة دلوقتي تقريباً؟ وست شهور وست أيام وست ساعات وست ستات. بغض النظر عن الأوفر اللي أنت فيه، بس أنا جو التثبيت والكلام الفيك ده ماليش فيه، بيقفلني. شوفي بقى، أنا آخر واحد في الدنيا يتقال له الكلام ده. أنا كل كلمة بقولها لو مش حاسسها وطالعة من قلبي ما بعرفش أقولها. وبعدين لو أنا مش بحبك زي ما أنا دايما بقولك، ما كنتش هصبر عليكي سنة ونص دلوقتي ولا إيه؟ بص أنا ما بحبش أعرف راجل متجوز خالص، طول عمري الموضوع ده مرفوض بالنسبة لي. أنت واقف ليه؟ ما تطلع. أيوة صح. فهاني حد محترم وبيحبني، وأنا مش عاوز أكتر من كده يعني، وكمان هو أب كويس جداً. طبعاً. إيه ولا أنت شايفة إيه؟ بصي أنا عارفة إن هاني عينه زيغة، يعني ممكن يبص يتنح شوية، بس مش أكتر من كده. هاني بيحبني جداً، أنا عارفة ده. ولا أنت شايفة حاجة تانية؟ أنت برضو معاه في شغله؟ لا بس عادي يعني، ما فيش حاجة معينة شايفاها. أمال لو شفت أي حاجة هقولك أكيد. لا لو شفتي ما تقوليليش، لأني مش هصدق. هايل، أنت صح. بس بقولك ايه يا فيروز،
ثقتك دي انت جايباها منين؟ عشان انا شايفه اني انا مريحه جدا، واخده بالي منه، بربي ساره كويس، واخده بالي من بيتي، مانيش ست مزعجه ولا متطلبه، مش هتكلم بقى في اني شكلي حلو كده، يعني اكيد مش ده المهم. اكيد يا حبيبتي شكلك حلو، شخصيتك احلى كمان. الراجل اللي معاه ست زيك مش المفروض يبص بره ابدا. انا ما بقتش شايف غيرك صدقيني. ولا ما باكلش من الكلام ده صدقني. انت عارف ان انا ست قوي، وعارف كمان انا كنت متجوزه مين، ولما افكر بس يأذيني عملت فيه. ده اللي مخليني مستغربه ان انت بتفكر تلعب معايا وتقرب مني، وانت عارف انك لو بس فكرت تضايقني هعمل فيك ايه. بالظبط كده، علشان كده انا عمري ما هفكر ان انا اضايقك، بس انت لازم تصدقيني. فكره انك متجوز بس مضايقاني. انا فاهم ده كويس، بس انا عندي بيت وعندي عيله وعندي بنت، ويعني مش عايز اهدها بصراحه، بس في نفس الوقت مش قادر اقاوم نفسي اني ما اقربش منك. مستعد اعمل المستحيل علشان خاطر تبقي ليا واعوضك عن اي نقص عندي. ده بجد. بصي هو فريد كويس قوي، ستات كتير بيحسدوني عليه يعني، بس عارفه لما تبقي قاعده تسمعي مزيكا ما فيهاش بيت، مونوتون، ده مع الوقت بيبقى ممل قوي، بيخنق. فاهماني؟ فاهماكي طبعا. انت طول عمرك بتحبي الباد بوي اللي مقضيها وبتاع حوارات واللي يتنك عليكي، انت صنف زفت يا روحي. لا مش للدرجه دي على فكره. كل الموضوع ان انا ليا ذوق خاص، يعني طول عمري بحب احمد رمزي مثلا مش عبد الحليم، بحب رشدي اباظه مش شكري سرحان. فاهم قصدي؟ بحب ده، عارفه؟ فهمك يا مجنونه. فهمك. جيتي هنا قبل كده؟ 100 مره. لا بس المره دي غير. هنشوف ولا اي حاجه نيجاتيف، بالعكس لازم نسيب الدنيا تمشي، ما نزعلش الا على التفاصيل اللي تزعل فعلا. بصي انا ما بحبش النكد، والرياضه عموما واليوجا ليها دور كبير انها تبعد عني اي نيجاتيف ثوتس. ايه ده في إيه؟ مالك انت في ايه؟ ايه يا حبيبي انت بتعمل ايه هنا؟ فجأة صدفة فظيعة. ايوه مفيش، انا لقيت عربيتك واقفة بره فقلت ادخل اسلم عليكي. بس حبيبي انا ما جيتش بعربيتي، انا جيت بعربية رندا. ايوه ما انا شفت عربية رندا، ما انا عارف يا حبيبتي اللي انت معاها، فعشان كده قلت ادخل اسلم عليكي. مساء الخير. مساء. ايه يا حبيبي انت بتعمل ايه هنا؟ مفاجأة. صدفة فظيعة. ايوه مفيش، انا لقيت عربيتك واقفة بره فقلت ادخل اسلم عليكي. بس حبيبي انا ما جيتش بعربيتي، انا جيت بعربية رندا. ايوه ما انا شفت عربية رندا، ما انا عارف يا حبيبتي اللي انت معاها، عشان كده قلت ادخل اسلم عليكي. اوكي. مساء الخير. رويدة ازيك يا روحي؟ وحشتيني قوي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوة دي؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ أنا عارفة أنتِ ما تعرفينيش، بس ممكن تكوني سمعتي اسمي. أنا رندا عبد الحميد، سيلز أند ماركتنج مانجر في شركة هاني عرفات. اللي قاعدة هناك دي تبقى فيروز مراته. وهو أكيد ما كانش يعرف إن هي موجودة هنا. وأنتِ كمان حد ليكي قيمتك ومكانتك في المجتمع. فبليز ما ينفعش نعمل أي موقف يخلي شكلنا وحش من فضلك. الحيوان ده أنا داخلة مع المكان قدام الناس، وجاية معاه في عربيته، وهو جري زي الأرنب لما شاف مراته. وكويس انك وقفتيني، عشان ما ينفعش اقلل من نفسي عشان واحد زي ده، بس قولي له لو لمحته في مكان مش هخلي له كرم. سوري دي واحده صاحبتي كده. شفتي البيه ده اللي جاي يتجسس عليا؟ جسس ايه بس يا بيه؟ بس انا ما ينفعش يعني ابقى شايفك في مكان وما تخش اسلم عليك. بقول لك ايه، انا لازم امشي دلوقتي عشان عندي ميعاد مع ناس مهمه جدا، ما تاخريش. ماشي يا روحي، انا مش هتاخر. اوكي يلا باي. باي باي باي. رهيب هاني جوزك ده، رهيب. رهيب ازاي؟ خطير يعني، بيعمل لك مفاجآت كده ويجي لك فجأة. رهيب. عربيتي يا ابني بسرعة. برافو يا بيبي، أحسن حاجة عملتيها بجد، بجد بهرتيني بذكائك. سوري يعني على الموقف الزبالة ده، بس دي مراتي. من فضلك تعالى. أنا بكلمك على فكرة. الراجل ده بيعاكسني. مستر هاني عرفات؟ إزاي يا فندم؟ بعدين لسه داخل مع حضرتك من خمس دقايق. روح أنت عبد الرحمن، هاني مزعلانة شوية. أنا يا فندم. هو أنت عبيط يا ابني؟ متخيل بعد الموقف الزبالة اللي أنت عملته جوه ده، متخيل إن أنا ممكن أبص في وشك تاني؟
روح اسال موظفه بتاعتك انا قلت لها يلا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ احنا في الشارع. الو؟ ايوه؟ انا شفتك. طيب انا جاي. الله يخرب بيتك يا خالد الكلب ويخرب بيت نبرك. يعني انت عايزه تقنعيني فجاه لقيتوه قدامكم كده؟ لا يا فريد والله انا مش عايزه اقنعك باي حاجه. انا بحكي لك اللي حصل. انت بقى عايز تصدق صدق، مش عايز تصدق براحتك. انا مش قصدي اشكك فيكي، بس برضو من حقي ان انا استغرب. يعني الحاجه الوحيده اللي بوصيكي عليها عليها بتحصل. والله في حاجه في الدنيا اسمها قدر، في حاجه اسمها صدف، وانا ما بحبش حد يحاسبني عن حاجه انا ماليش ذنب فيها، حاجه انا مش مسؤوله عنها. خلاص يا حبيبتي، خلاص ما تزعليش. خلاص يا فريد. يعني في الاخر انا بغير عليكي، وده بحد ذاته مش المفروض يضايقك ولا ايه؟ خلاص يا فريد اقفل الموضوع، انا هنام تعبان. وابقى ادفع الكريدت كارد بتاعي، هروني مكالمات. كام؟ مش فاكره. بص في الموبايل، بعتني مسج. اتفضل يا حبيبي. ميرسي. بريان اتبسطت قوي مع رندا النهارده، برتاح في الكلام معها عن اي حد تاني. رندا كويسه جدا. بنت ناس شبهنا يا بيبي قوي. انما ايه اللي وداكم المطعم ده بالذات؟ انا ما اعرفش انك تعرفيه. لما اتفقنا نتقابل ما كنتش عارفه نروح فين. فجاه افتكرتك وانت بتكلم امير لما كان بيسالك ياخد مراته يعشيها فين يوم الانيفرسري، فانت اقترحت عليهم لتافيرنا فروحنا. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ ممكن بعد كده وانت نازله يعني تبي تعرفيني انت رايحه فين بالظبط؟ يعني يا بيبي ما حبيتش فكره ان انا اتفاجئ بيكي في مكان. عادي يا هاني، ما انا قايله لك اني نازله، وقلت لك ساعتها لسه مش عارفين هنروح فين. صحيح، انت خدت بالك من الست اللي جت سلمت على رندا؟ لا ما خدتش بالي. اصلي لاحظ انها كانت جايه مكشره علينا، في الاول افتكرت انها جايه تتخانق معانا مثلا. لا ما تاخدنيش في بالك، في ناس كده اصلا كشرين. ٣٠٠٠ جنيه؟ الثلاجة فيها حاجة غلط، مش عاجبني تبريدها. هي مش لسه في الضمان؟ في الضمان. مالك متنشر كده ليه؟ على فكرة أنا اللي المفروض أبقى متضايقة مش أنت. أنت بصيتي على الواتساب بتاعك النهاردة؟ لا ما بصيتش. اشمعنى؟ بصي عليه لو سمحتي عشان في حاجة محتاجة تفصيل. أنت بتتكلم عن إيه بالظبط؟ ما الأسهل إنك تبصي على الواتساب عشان تعرفي تردي عليا. اوكي. طب ايه بقى؟ انت ليه بقى؟ فسري لي الرساله دي. لا قبل ما افسر لك اي حاجه، انت ليه بتفتش في موبايلي؟ انت عارف ده معناه ايه؟ معناه انك بتشك فيا. مش انت اللي طلبتي مني افتح التليفون ابص على الرساله بتاعت البنك وهو بعت ساعتها؟ حتى لو مش المفروض تفتحها. وبعدين مسج عاديه جدا يا فريد. الراجل بعت لي مسج بيشكر لي فيها عن موقف كويس حصل بيني وبينه امبارح، ايه المشكله؟ اللي هو ايه بقى؟ مش هقول يا فريد، مش هقول عشان حاجه ما تخصنيش. لا معلش يا رندا، محتاجك تقولي لي. لانك لما قلت ليش هيبقى عندي علامه استفهام كبيره قوي. قهوتك غالب بيه. شكرا يا باسم. بقول لك ايه، واخبار بنت اللي اسمها نيلي شاهين دي؟ ها اخبارها ايه؟ تمرني باي خدمه تاني هاني بيه؟ روح انت يا رزق.
ايه يا ابني؟ ما ينفعش تتكلم الكلام ده قدام اي حد، خصوصا اللي اسمه رزق ده، مش بستريح له يا سيدي. في يا ابني؟ انا بتكلم عادي يعني. لا معلش برضه. طب قول لي انت جايبني ليه بقى على ملا وشي كده على الصبح؟ المهم قول لي انت الاول بس، عمي عامل ايه؟ مش طايقك، كان لسه بيشتم فيك امبارح. هروح له والله بس اروق. ده انت الحريم مخلصة عليك خالص يا عم الحاج. اهو نقي الاشكال الضاله اللي شبهك ده هو اللي جايبني ورا. الله. المهم انا عايز عربيه نظيفه كده لمده شهر. ده الحوار بتاع كل مره. بيت كده بس محتاجه زقه يا عم. ده موضوع بسيط، انت هتعدي على الاجانس في كام عربيه كده انا بطلعهم ايجار اصلا، شوف اللي انت عايزه وخدها يا سيدي. انا اللي هعدي ولا هتنيل، انت نقي حاجه نظيفه كده وهات ظرف حط فيه المفتاح وخلي السبير معاك. ماشي. وهات كارت شيك واكتب فيه انا اسف ويا رب تعجبك هديتي هاني عرفات، وابعته على الموبايل ده. بسيط. ماشي ماشي. يعني انت ما حكيتليش عن الموقف ده امبارح عشان ما شيلش من هاني زياده، ولا في سبب تاني؟ اتفضل. القهوه بتاعت حضرتك يا باشا. حطها عندك يا محمد. الموبايل بتاع حضرتك. لا ما مش هتصور. لا العيال خير يا باشا. ريح دماغك يا عم محمد والنبي، روح شوف شغلك. ايوه عشان كده بس يا فريد، وبعدين في نفس الوقت حسيتها حاجه خاصه بيهم وما تخصش غيرهم مش اكتر، ودي اخر مره بقى تحسسني لما تشك فيا من فضلك. وانا ممنوع ابص لمديره مكتبي ولا ايه؟ والله يا هاني بصه عن بصه تفرق، وبعدين انت ليه متخيل انه عادي انك تبص لي بصه احس فيها ان عينك بجحه؟ انت عارف كويس قوي ان انا مش بحب كده. والله انا نفسي ترضي عني. ده انت عايز تهزر بقى. انا رايي نخلينا في الشغل احسن، انت ايه رايك؟ ولا اقول لك خليك في قفصك وحواراتك اللي ما بتخلصش. الو، اهلا بالهانم، يا رب تكون هديتي عجبتك وقبلت اعتذاري. 1 اي هاني. طيب اوكي جايه لك. يلا اي فريد. اي حبيبتي، انت ليه بتشوفي رسالي مش بتردي؟ ارد اقول ايه يا فريد؟ ما انا قلت لك 100 مره يا حبيبي مش لازم كل تفصيله تبعتها لي، اصل انت بتبعت لي تفاصيل ما ببقاش عارفه المفروض ارد عليها اقول ايه. كمان يا حبيبي انت بتبعت في الوقت اللي انت فاضي فيه، مش شرط اكون انا فاضيه في نفس الوقت، فاهمني يا فريد؟ طب طب خلاص حبيبتي خلاص، هبقى اكلمك في وقت تاني. اوكي باي باي يا حبيبي. اي حاجه عايزه؟ مساء الفل. عايز بوكيه ورد حلو كده على ذوقك توديه للمدام. لا لا لا، في شركه الاعلانات. ايوه بالظبط كده. بصراحة اللي عملتيه ما كنتش أتوقعه خالص. أولا جدعانة رهيبة، ثانيا ذكاء فظيع، وأنا نقطة ضعف الست الذكية، وأنا موتي وسمي الراجل الغبي. هو إيه كنت تقصدين؟ أنا هفصل جدا منك على فكرة. هو في حد تاني غيرك في الأوضة يا هاني؟ بص بقى يا هاني، اللي أنا عملته امبارح ده لا هو ذكاء ولا هو جدعانة ولا هو عشان خاطرك أنت أساسا. اللي أنا عملته ده أنا عملته عشان خاطر فيروز صاحبتي المحترمة، عملته عشان احميها من موقف سخيف جدا وبايخ ومؤذي لاي ست بتحب جوزها ومخلصه ليه. رندا انا ما كنتش عارف انها موجوده جوه، انا مش بالغباء ده على فكره. لا والله تصدق ظلمتك، ما كنت تقول من الاول.
انت مستفز قوي يا هاني على فكره. انت ليه بتعمل كده اساسا؟ ليه تبص لغيرها؟ ليه تبقى متجوز ست زي فيروز وتدور على واحده ست تانية؟ فهمني. كل الرجاله بتعمل كده على فكره، مفيش راجل عينه ما بتروحش على ست تانية. بس ده ما يمنعش ان انا بعشق فيروز. لا كتر خيرك والله. على فكره بقى، مين اللي قال لك ان كل الرجاله كده؟ لا يا هاني، مش كل الرجاله كده. انا جوزي مش كده، ابويا الله يرحمه ما كانش كده. في رجاله محترمه على فكره، بتخلص للست اللي معاها، تعرف قيمتها كويس قوي. وفي رجاله تانية بقى ما يملاش عينهم غير التراب. بس خلي بالك بقى يا هاني، كما تدين تدان. والراجل اللي زيك انت بقى بالذات لازم يخلي عينيه في وسط راسه، لازم يخلي باله كويس قوي على مراته اللي كل يوم في مليون راجل بيحاول يقرب لها وهي بتصدهم، عشان بتحبك، عشان بتحترمك، وبتحترم نفسها وبتحترم علاقتها بيك. عن اذنك. عن اذني ايه بس؟ استنى استنى، انت بتقولي ان في رجاله بيحاولوا يقربوا لفيروز؟ مالك مستغرب قوي كده ليه؟ اه طبعا ده شيء طبيعي جدا، اي ست في الدنيا معرضه لده، بالذات لو كانت ست حلوه. طب ما انت ست حلوه، ليه مش بتتعرضي لده؟ لا يا شيخ، ده على اساس ان انت شخصيا ما حاولتش معايا مليون مره لحد ما اتاكدت انه مستحيل يحصل. انا ما بيكونش قصدي حاجه، انا بكون بهزر. هاني، الهزار اللي انت بتبقى بترميه ده انا واي ست في الدنيا بنبقى فاهمينه كويس قوي، بنبقى عارفين انتوا بتعملوا ايه كرجاله، بتبقوا بتخبطوا على الباب مستنيين رد فعل. وزي ما انت بتخبط في غيرك كتير بيخبط، والستات كمان انواع، في اللي بتفتح الباب وفي اللي بتواربه وفي اللي بتقفله ضبه ومفتاح. تعرفي حاجه عن فيروز انا ما اعرفهاش؟ فيروز مراتك دي فله، يا ريت كل الستات زيها، حلوه وبتحبك ومخلصه. هي خساره فيك اساسا. وعلى فكره هاني، انا لو في اي حاجه تانيه اعرفها مش هقول لك غير اللي انا بقوله دلوقتي. انا مش عارف انت بتطمنيني ولا بتخوفيني. انا بفوقك. طب والرجاله اللي بيحاولوا يقربوا لها دول ما يعرفوش هي مرات مين؟ لا انت فظيع يا هاني على فكره، يعني حتى التفصيله دي اللي فارق معاك فيها نفسك ما يعرفوش هي مرات مين؟ على فكره بقى، اللي هيبقى عارف ان هي مراتك ده هيبقى متحمس اكتر انه يقرب لها ويحاول معاها. ست حلوه وجوزها عكاك وخاين، يبقى ممكن تكون هي كمان بتعك. صح؟ عن اذنك بقى عشان عندي شغل كتير. رندا. نعم. ايه؟ في حاجة حصلت مع هاني؟ شكلك طالعة متضايقة يعني. اسكتي، امبارح حصل موقف سخيف جدا. لا لا لا، تعالي احكي لي، تعالي احكي لي. حبيبتي كلمتيني، معلش كنت مشغول. بكلمك كتير ما بترديش. بس غريبة، اتصلت بيه وانا جوه. يمكن بتديله كلمتين. لا، ده عينه لمعت اول ما شافها بتتصل. يا عم اهدى بقى. فريد؟ طبعا. بس انت عارفه ايه اكتر حاجه حرق دمي؟ فيروز دي ولا هي هنا. قلت لك على فكره قبل كده قولي لها. ما انا حاولت اقول لها، لمحت لها، بس ما اقدرش اعمل اكتر من كده. ما تقولي لها انت. لا طبعا، قولي لها انت اللي صاحبتها اكتر. انت عايزاني اترفد من شغلي؟ يا سلام، اترفد من شغلي انا عادي، على اساس يعني ان انت محتاجه الشغل اصلا؟ على فكره مش بشتغل عشان الفلوس، انا مرتاحه هنا. وبعدين انت عارفه ان احمد جوزي اصلا مش موجود في حياتي. بقول لك لا، انا ولا انت هنقول لها. امال مين؟ رشا. رشا درويش. Thank you guys so much. Have a great day. حبيبتي
بكلمك كتير ما بترديش. سوري حبيبي، انا لسه مخلصه كلاس، هكلمك من العربيه. ممكن تديني فرصه تانية؟ انت انسان ما عندكش كرامه، ولو كان عندك ارجوك من غير غلط. انا كل اللي اقصده انك تديني فرصه تانية ان اكون مجرد شخص جاي يتمرن ويمشي، وانا هوعدك مش هزاجك تاني ولا هوجه لك كلام اصلا غير لو انت وجهتي لي كلام. بس خليني احضر الكلاسز بتاعتك. اي حاجة عزت؟ وصل بوكيه؟ متأكد؟ حطيت فيه كارت؟ شكرا يا عم عزت، شكرا. يا حبيبي ازاي؟ لا ما انا عارفك في الشركة مشغولة يعني؟ طب ايه رأيك؟ انت مش في مكتبك ولا ايه؟ لا يا فريد انا مش في مكتبي. طيب ما تدخلي المكتب كده. فريد يا حبيبي مش ممكن اللي انت بتعمله ده، مش طبيعي. انا في شغلي. المفروض ان انت كمان في شغلك، مش طبيعي تكون قاعد تتسلى عليا دلوقتي يا حبيبي. مش وقته. باي باي دلوقتي يا فريد، باي. فظيع، مش ممكن، هيقفلني منه بجد. هو غالبا قفلني خلاص فعلا، مش راضي يديني سبيس، بيحاصرني. والله يا حرام عليكي، فريد ده بيحبك قوي، مش احسن من احمد جوز اللي بشوفه في البيت صدفه. لا مش احسن على فكره، ومش بقول برضو ان احمد صح، بس في حل وسط يعني انا عايزه افهم ايه الظريف في حياتي مع فريد؟ ايه الانترستنج مثلا؟ ما هو مش حلو ان يبقى كتاب مفتوح قدامه كده طول الوقت وهو كمان نفس الشيء بالنسبه لي، دي مش حاجه حلوه. انا نفسي يديني وقتي، يعني يديني فرصه اقول هو فين مع مين، اغير عليه، احس انه وحشني فابقى عايزه اكلمه. لا هو ما بيدينيش فرصه حتى يوحشني. الو، ايه يا رشروشه، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ لا يا حياتي مفيش مشكله، انا عارفه ان كان معاكي ويتنج، مش مشكله. بقول لك انا عايزه اشوفك انا ورندا وواحده صاحبتنا. انا ممكن استحمل اي حاجه في الدنيا غير انك تزعلي مني فريد. حبيبي يا فريد، اخصى عليا شكل زفت. انا مش مبسوطه من الجريدز بتاعتك. مامي انا جبت 2 بي بس، والكوارتر اللي فات ما كانش فيه ولا بي، يعني انت الكوارتر ده اقل من الكوارتر اللي فات. وعارفه ليه كل ده؟ بسبب الابلكيشنز الزفت اللي على موبايلك اللي انت قاعده عليها 24 ساعه. وريني موبايلك. ليه يا مامي؟ ايه اللي ليه؟ وريني الموبايل ده. سناب شات، تيك توك، وايه تاني؟ بصي بقى، انا مش حابه الابلكيشنز اللي بتعملي بيها فيديوهات دي. بعملها انا وصحابي يا مامي، اتس ا برايفت اكونت. ايه ده؟ وان شاء الله مين صحابك دول؟ فيهم ولاد صح؟ بس عادي يا مامي دول. لا مش عادي، انت خلاص هتتمي 9 سنين، يعني كبرنا شويه، ما ينفعش تطلعي لي فيديوهات تقعدي تترقصي لي وتعملي لي العبط ده. شيلي الابلكيشنز دي، مش عايزاها على موبايلك. مامي اتس جاست فور فن. الو، هاي يا هاني. هاي، ازيك يا ساسو؟ يا بابي مامي عايزه تشيلي ابلكيشنز من على الموبايل. ليه يا فيروز؟ اقعدي ذاكري دلوقتي وهرجع لك. يلا. فريد، فريد يا فريد، راح فين؟ الو، ايه انت فينك؟ انا في البيت. مرسي حبيبي على الورد، وسوري يعني اني كنت بايخه معاك شويه وعصبيه، كان عندي مشكله في الشغل بس خلاص. يعني بقول لك ايه، ما تيجي نخرج بالليل نروح سينما؟ يعني انت مش عارف ايه الابلكيشنز مش عاجباني، يبقى مش المفروض انك توافقها. يا حبيبتي انا ما وافقتهاش، انا بسال بس ليه عايزه تشيل الابلكيشن دي. لا ما انت بتقولها بعتاب كده، واللي هو ليه يا فيروز عايزه تشيل الابلكيشنز، اللي هو بقى الاب الطيب الحنين وانا امنا الغوله، وانت مش فاهم حاجه اصلا. طيب يا حبيبتي ما تفهمين الابلكيشن دي بتاعت ايه؟ طيب ساره هتتم 9 سنين، يعني داخله على سن مراهقه بعد كام سنه. الابلكيشنز دي مش مناسبه،
بيطلعوا لايف ويقعدوا يتكلموا ويهزروا ويغنوا قدام الكاميرا، وممكن يتفرج ناس غريبة. يعني بنتنا ممكن تبقى عادي في اوضتها طالعة لايف قدام ناس ما نعرفهاش، والمرضى كتير، لازم نفتح عينينا. طيب ما الفيسبوك والانستجرام عليهم لايف، يعني ايه المشكلة؟ على الأقل هيجيلي نوتيفيكيشن انها طلعت لايف. وبشكل عام لازم يبقى في رقابة أكتر مننا عليها. صح عندك حق. أنا آسف يا حبيبتي، ده أنا يعني اتعاملت مع الموضوع ببساطة أكتر من اللازم. طب يلا أنا لازم أدخل أخد دش عشان ننزل. نازل فين؟ مواعيد شغلي بقى حبيبتي. يلا باي. ماشي. ألو ألو، بقولك إيه؟ عندك حاجة بالليل؟ لا ما ورايش حاجة. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا فريد؟ معلش اتأخرت عليكي، هاخد دش بسرعة والبس في ثواني كده، وكده كده احنا حفلة 10 لسه عندنا وقت. فريد سوري حبيبي، انا نسيت موضوع السينما ده خالص. انا لازم انزل اقابل نهلة وفيروز وواحدة كمان صاحبتنا كده. انت مش قلتيلي هنروح سينما مع بعض؟ ما انت مش فاهم، صاحبتنا دي كانت متفقة معانا على خروجة، بعد كده هي رجعت أجلت، وبعد كده رجعت قالت اوكي نخرج، عملت لخبطة كده يعني. أنا حقيقي مش عارفة إزاي فصلت واتفقت معاهم على الخروجة دي، نسيت إن إحنا اتفقنا ندخل سينما، مش مشكلة. طب ماشي، اعتذر؟ لا يا حبيبي مش هينفع. معلش أنا خلاص كلمت فيروز وأكدت على نهل. نبقى نعمل كده يوم تاني. يوم تاني؟ آه. ماشي. مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. دراما. بيموت في النكد. أنا في 7 سنين خلعت 5 رجالة والسادس جاي في السكة. طب أنا ليه حساكي فخورة بالموضوع؟ لا أصل أنت مش فاهمة يا فيروز، رشا مش بتتسلى، رشا عندها هدف وبتشتغل عليه. لما أخلع الراجل العاشر هكون أثبتت لنفسي ولأي بني آدم إن موديل الراجل ده نازل خاين باي ديفولت. هو مخلوق كده، يعني مثلا زي ما هو مخلوق بدقن وشنب ودي مواصفاته الشكلية، برضه مواصفاته الأخلاقية إنه يكون خاين، ما يقدرش يكون غير كده. صح طبعا انا معاها جدا. لا بس انا مش شايفه كده، مش شرط يعني، مش كل الرجاله خاينين على فكره. انا بصراحه شايفه ان كله في ايد الست، يعني لو الست واخده بالها من نفسها ومن جوزها ليه يبص بره ويخون؟ لو هي ماليه حياته كفايه مش هيبقى عنده الفرصه انه يفكر في ده. معلش سوري، انت قلتي لي اسمك ايه؟ فيروز، اسمها فيروز. اوكي طب تفسري بايه بقى يا حبيبتي ان الخمسه اللي انا خلعتهم بسبب الخيانه ومتصورين صوت وصوره؟ باينه يعني. سوري اكيد المشكله فيكي. هو انت كمان يا رشا بصراحه يعني بتبقي داخله العلاقه وانت مبيته النيه انك تخلعيهم. انا بعمل بحث علمي، انا دكتوره نفسيه يا جماعه، وعندي امانه علميه، ووهبت نفسي للتجربه العلميه دي، والتجربه اثبتت انه مع كل جوازه انا صح. ما هو انت لو هدفك في كل جوازه انك تخلعي جوزك فده سهل، هتهمليه وتتعبيه فيبص بره تقومي قفشه وتخلعي وبكده تفتكري انك صح. هي دي نقطة الأمانة العلمية اللي كنت بتكلم عنها. أنا ما بعملش كده خالص، بالعكس أنا بكون في قمة الإخلاص للعلاقة وبعمل كل اللي يسعد جوزي وبخليه سعيد ومتهني على كل المستويات. وعلى فكرة أنا بعرف أعمل كده كويس، والدليل على كده إنهم كانوا صعدة معايا، محدش فيهم كان راضي يطلق، كانوا بيبوسوا رجلي علشان أفضل عايشة معي. أمال الخيانة كانت بتحصل إمتى؟ وليه؟ ما هي دي الحاجة الوحيدة اللي كنت بسيبها عن قصدي. بسيب لهم المجال خالص وكل واحد وضمي. والنتيجه مذهله يا حبيبتي. اللي لاقيه مع صاحبته في الشغل، واللي لاقيه مع جارتي، واللي لاقيه مع زميلتي وصاحبتي الانتيم، واللي لاقيه مع الشغاله، وكل واحد بقى وذوقه. طب ما هو ده اللي انا بقوله يا جماعه، انت تحطي النار جنب البنزين وبعدين تقولي الحريقه ولعت ليه؟ طبعا، والا الاختبار العلمي اللي انا بعمله ده يبقى اختبار فاسد. تعالي نقول مثلا لو جبنا حرامي وحطيناه في اوضه فاضيه هيسرق ايه؟ لكن لو حطينا له 100 جنيه هنا ولا هنا مش هيسيبها، صح؟ صح طبعا. وساعتها نقول عليه ده حرام. لكن لو جبنا حد تاني خالص وحطينا له 100 جنيه هي هي وما مدش ايده عليها، ساعتها بنقول عنده ضمير. وجهات نظر بقى. انا شخصيا شايفه ان كل انسان معرض انه يغلط، والمفروض الناس اللي حواليه تساعده انه ما يغلطش، مش تهيئ له الجو وتعمل له كمين وبعدين تيجي تحاسبه. لا معلش ثانية واحدة، أنا هما سامي فيروز، أحمد جوزي، 10 سنين متجوزين، أول 5 سنين في حياتي كنت بعمل معاه المستحيل عشان يبقى مبسوط، وعمري على فكرة ما كنت بفكر زي رشا، ولا عمري كنت عايزة أعمل له كمين، ومع ذلك أنا متأكدة إنه بيخوني.
شفتي حاجه بعينك؟ لا ما شفتش بس عارفه. لا لا ده كلام مش لوجيك خالص. فيروز في حاجات كتير قوي بتدل على الخيانه، والست الشاطره حتى لو شويه تقدر تعرفها بمنتهى السهوله لو شغلت عقلها. طب ايه هي العلامات دي بقى؟ حاجات كتير قوي، يعني مثلا خروجه من البيت كتير، اختفائه فترات طويله بدون اي سبب، طريقه تعامله مع موبايله، يعني حاجات كتير قوي. لا حاجات كلها مش في جوزي الحمد لله. انا شخصيا جوزي لو عليه عايز يقعد في وشي 24 ساعه. شفتي بقى انه مش كل الرجاله خاينه. طب انت يا فيروز جوزك كده؟ لا مش كده، بس انا عارفه انه مش بيخوني. طب قولي لي تعرفي جوزك فين؟ مين يعرف؟ انا عن نفسي جوزي في الصين اساسا، وانا جوزي سايباه في البيت. وانت يا فيروز انا عرفت ان جوزك يبقى هاني عرفات. تعرفي هو فين دلوقتي؟ عنده مواعيد. مواعيد؟ دي اكتر كلمه بيستخدمها الرجاله. برافو. طب ويا ترى المواعيد دي بقى مش جايز تكون مع واحده تانيه؟ لا مش مع واحده تانيه. ايه ده؟ انت جيت تاني ازاي؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايه ده؟ انت جيت تاني ازاي؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ دي احلى مفاجاه في الدنيا. بجد يا فريده انا كنت هبقى عبيطه لو ما سمعتش كلامك زمان. حبيبتي انا راجل في كلمتي، اي حرف او كلمه اقولها لازم ابقى قدها. تحبني يا فريد؟ بحبك قوي يا عبير. طب ورندا؟ رندا بحبها، بحبها وما اقدرش اسيبها، وقلت لك مليون مره لو عايزانا ابقى سعداء مع بعض مالكيش دعوه بحد تاني. فريد عادي يعني، ما هي ضرتي ولازم اجيب سيرتها. وانا مش عايزك تتدخلي في اللي مالكيش فيه، ما تخلينيش هندم اني جيت. طب خلاص ما تزعلش. وليد نام؟ خلاص مذاكرته مستنيه. طب تعالي نخش نقول كلمتين. تعالي. مشكلتي ان فريد مش راضي يديني سبيس في حياتي، يعني عايز يفضل طول الوقت معايا. بس لو بتحبيه وانا عارفه انك بتحبيه يبقى المفروض ان دي تبقى حاجه كويسه ولا ايه؟ يبقى جوزك ده مش من النوع الجاذب للستات، يعني مش اتراكتف، والنوع ده ما بيصدق يشوف واحده حلوه بصيت لها، ساعتها بيمسك فيها وما بيسيبهاش، لانها اكيد بتبقى فرصته الوحيده. لا خالص على فكره، انا جوزي مش راجل شكله وحش، انا جوزي شكله حلو جدا، صح يا فيروز؟ طبعا. ممكن يكون شكله حلو بس مش سبايسي، مش من النوع اللي يعجب الستات، عكس جوز فيروز. انت شايفه ان جوزي سبايسي؟ لذيذه قوي صاحبتكم دي. من غير تريقه، انا عارفه هاني عرفات كويس، من النوع اللي بيعجب الستات، يعني عكس جوز رندا مثلا. انت ما تعرفيش جوزي اصلا عشان تتكلمي عليه الكلام ده. يا حبيبتي من غير ما اعرفه، الرجاله كلهم خانين، والراجل اللي ما خانش يعني ما جاتلوش الفرصه، واول ما تجيله فرصه مش هيتاخر. لا على فكره كلامك مش مظبوط، انا واثقه جدا في فريد جوزي، يعني لو شفته بعيني مش هصدق. فعلا ده فريد ده غلبان قوي ومش بتاع الحاجات دي. غلبان هو ده، لان الراجل الغلبان ما بيعجبش الستات، يعني مثلا احمد جوز نهله مش غلبان ابدا. لا احمد جوزي ده انا رميت طوبته من زمان قوي، ما بيفرقليش اصلا، لاني واثقه متاكده انه بيخونها. طلبت اتطلق 100 مره. اعتقد بقى الست لما تكتشف ان جوزها بيخونها تطلب ان هي تتطلق وما تكملش معاه، ولا ايه يا فيروز؟ طبعا، بس الحمد لله انا جوزي مش بيخوني. وانا بقول لك بقى ان جوزك بيخونك. طب وانت مالك؟ انت بقيتي اجريسيف قوي كده ليه؟ مش اجريسيف ولا حاجه، بس بصراحه ما احبش حد يتدخل في حياتي. وسوري يعني كلامك مستفز قوي وغريب جدا. بعد اذنكم انا همشي. ايه ده؟ انت زودتيها قوي على فكره. الله، انتوا مش كنتوا عاوزيني ابلغها باي شكل؟ وايه التنظير الفظيع اللي انت فيه ده؟ مش كل حاجه بتقوليها صح على فكره. انا جوزي راجل شكله حلو جدا واتراكتيف، وكان خاطب قبل كده على فكره. هي اكيد بنت عمه يا بنت خالته، واكيد هي اللي سابته. ايه ده انت عرفتي ازاي؟ انا ما قلتلهاش على فكره. وبعدين انت متضايقه ليه؟ هو حد يطول ان جوزه يكون غلبان؟ ده غلبان قوي يا رشا، اقسم بالله غلبان وعسل. هو لو ما كانش غلبان كان زمانها بتلف حوالين نفسها. طب ممكن نمشي بقى؟ انا تعبت، جالي صداع نصفي. فيروز؟ ايه ده؟ صدفة، والله العظيم صدفة، أنا باجي هنا النادي كتير. هي أحسن تكون صدفة وإلا هيبقى عندك مشكلة كبيرة معايا. أنا أكيد مش براقبك يعني. هي الصراحة صدفة، بس يعني أحلى صدفة في الدنيا والله. والله؟
طب وان شاء الله الصدفه دي ما تتكررش. يعني انت كمان عايزاني اتحكم في قدر ربنا؟ بقول لك صدفه. لا، اعرفه ان الصدف مش بتتكرر كتير، ولو اتكررت يا ريت ما اعرفش بيها. يا عم تجاهلني، تعرف يعني اعمل اكنك ما شفتنيش. وحاجه كمان، انا مش مبسوطه بوجودك في الكلاسز بتاعتي. ماشي، اوعدك هحاول ما اجيش الكلاسز تاني. هاي، مساء الخير. هاي، مساء النور. يلا سلام. زعلانه منك على فكره. ايه المتخلفه دي اللي قعدتوها معايا؟ عندك حق والله، هي متخلفه فعلا، بس هي ما تقصدش، هي مدب بس شويه، وبعدين معقده من الرجاله زي ما انت شايفه، بتكرههم، فانا مش عايزاكي تاخدي على كلامها خالص. مين اللي كان واقف معايا كده؟ واحد من اللي بياخدوا كلاسز عندي. اه اوكي، بس صدقيني الست دي نرفزتني فعلا. ايه الكلام اللي هي قالته على فريد جوزي ده؟ يا بنتي دي واحده مش طبيعيه، فظيعه. طب بقول لك يا فيروز، هو انت بجد شايفه ان فريد جوزي مش جذاب؟ يا بنتي فريد كويس جدا، سيبك منها، دي مجنونه. بس هي عندها حق شويه برضو، انا فعلا اتجوزت فريد عشان هو طيب، انما فعلا شخصيته مش جذابه خالص. هي صح، حتى لو كده بس واخد باله منك وبيحبك، وده الاهم. فيروز انت عارفه انا عشان اعرف اقعد القعده دي معاكوا عملت ايه؟ اتعمدت اعمل الموبايل سايلنت وما بصيتش فيه خالص، وفعلا اول ما شفت التليفون عارفه لقيته طالبني كام مره؟ 15 مره. طب ما تقولي له يخف شويه. قلت له والله، قلت له اتفضلي اهو بيتصل. ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ هو بليز جاي. ايوه يا فريد. ايه يا روحي؟ قولي لي حبيبتي جايه امتى؟ ربع ساعه وراجعه يا حبيبي. ايه ده فعلا؟ ماشي يا حبيبي، مستنيكي. سلام. باي. انت هتمشي؟ اه حبيبتي لازم امشي. هعدي عليكي بكره بعد الشغل. وجايزه شنطتك، هاخدك يومين كده اسوان احمصك. هنسافر؟ خلص القضيه اول يوم الصبح وبعد كده انا وانتي، ومش بس كده. ايه؟ ده كمان لو كسبت القضيه تيجي عندي هدايا. هتجيب لي ايه يا فريد؟ انا جبت خلاص. طب جبت ايه؟ فريد انت جبت الخاتم؟ بس مش هتجيبه لي غير لما اكمل بقيه الطبخ. ماشي. فريد انت احلى حاجه حصلت لي في حياتي. حبيبتي طول ما انت بتسمعي كلامي ومريحاني مش هتندمي ابدا. يلا سيبيني امشي. باي باي. يا حبيبي بتعملي ايه؟ قاعدة. قولي انت نزلت؟ اه نزلت هنا كده بس، رحت لمراتي التانية وجيت على طول. مش بهزر بجد، انت نزلت ورجعت؟ انت شايفة ان الأوضة متوضبة زي ما هي، والليفينج كمان ما اتفتحش، عشان كده بسأل. اه نزلت. دي احلى. نزلت اجيب لك ده. حلو بس مش ستايلي خالص. ليه يا حبيبي؟ ده شيك قوي. بس مش ذوقي خالص يا فريد. طب خلاص حبيبي هرجعه واجيب لك حاجه تانية. انت جايبهولي عشان الانيفرساري بتاعنا؟ بصراحه لا، انا كنت جايبهولك عشان اليومين اللي فاتوا دول انا عارف ان ضايقتك قوي وبوظت لك مودك، بس طالما كده ولا كده ما عجبكيش خلاص غيره بحاجه احلى واكبر عشان عيد جوازنا برضه زي ما انت بتقولي. بقالنا 8 سنين متجوزين. اجمل 8 سنين في حياتي. بس عمرك ما قلت لي عن علاقاتك قبل الجواز. ليه دايما بحس انك مش عايز تتكلم؟ ليه يا حبيبتي؟ ما انت عارفه قصه قرايه فتحتي على بنت عمي. انا عارفه القصه دي، انا قصدي يعني قبلها بعدها. عمرك ما صاحبت مثلا؟ يا حبيبتي انا عمري ما حبيت غيرك ولا كان ليا علاقه مع اي ست قبلك. ايوه يعني عمر ما في ست اعجبت بيك عكستك مثلا؟ لا خالص. هو انت مالك بتنكر قوي كده ليه؟ كانها ميزه فيك مثلا. على فكره دي مش حاجه حلوه. بالعكس انا شايف ان دي اهم ميزه فيا. انا طول عمري راجل مستقيم، مش ممكن اقيم علاقه مع واحده ست بره اطار محترم اللي هو الجواز. طب يعني لما انا وانت خلفتنا اتاخرت عمرك ما فكرت تبص لست تانية؟ اي واحده تلفت نظرك يعني؟ يعني عشان انت كنت متحمس للخلفه قبل الجواز. حبيبتي
انا وانت طبيا ما فيناش اي حاجه، انما ليه ربنا اخر الخلفه قوي كده؟ دي حكمته. وبعدين حتى لو كان في حاجه، وحتى لو الحاجه دي فيك انت، انا مش ممكن اسيب. ايوه بس انت في الشغل اكيد بتقابل ستات كتير، واكيد في منهم كتير حلوين، عمر ما واحده عجبتك او اعجبت بيك؟ يعني طبيعي يكون حد منهم اعجب بيك، يعني ما انت شكلك حلو كراجل. متشكر، بس انت مالك بقى فيكي ايه النهارده؟ رد عليا يا فريد، عمر ما واحده اعجبت بيك؟ ما حصلش. اه يعني انا المتخلفه الوحيده؟ يا اخي قول لي ايه حصل؟ هو انا يعني متجوزه راجل وحش قوي للدرجه دي ما يتبصلوش؟ ما تكذب عليا شويه يا اخي. بكذب عليكي؟ ما انا ليه النهار بكذب عليكي؟ انا همشي. طب ما نقعد نص ساعه كمان، حتى الشركه فاضيه. يا حبيبي لو قعدنا لبكره الصبح برضو مش هتطول مني حاجه، وبعدين عيب احنا في شركتك. هي مراتك ايه نظامها صحيح؟ مفيش مكالمه؟ لا انا مراتي مسيستمها كويس، وبعدين هي عارفه انها ست حلوه وعندها ثقه في نفسها كبيره قوي. غلبانه؟ بس انا مش غلبانه. وبعدين حوار العربيه اللي انت بليتني بيه ده مش هتكتبها باسمي لو كانت هديه فعلا؟ هكتبها لك طبعا، الاسبوع الجاي هتبقى باسمك. بس هو صاحبها يعني دخل يعمل عمليه صغيره كده، اول ما يخرج هكتبها باسمك على طول. هو انت عندك فكره لو كنت بتكذب عليا شويه انا هعمل فيك ايه؟ انا اقدر، ده انا اتمنى لك الرضا ترضى. انا عارفه هاني عرفات كويس، من النوع اللي بيعجب الستات، وانا بقول لك بقى ان جوزك بيخونك. جوزك بيخونك. انت جيتي يا حبيبتي؟ اه من شويه. ايه عملتي ايه النهارده؟ كنت لسه قاعده مع واحده كده صاحبه رندا ونهى. تصدق بتقول لي ايه؟ ايه؟ بتقول لي انك بتخوني. اه وبعدين؟ ايه اللي وبعدين؟ يعني الست السافله اللي مش محترمه اللي غلطت في جوزك دي رديتي عليها وقلت لها ايه؟ أكيد رديت عليها وديتها على دماغها كمان. تمام. طب الست دي ما تعرفهاش تاني. مفهومة فيروز؟ أكيد. بس سؤال. تفتكر ليه هي قالت كده؟ ما قلتلك عشان سافلة مش محترمة وحقودة كمان. لأن حتى لو كلامها ده صحيح فهي ما تعرفكيش أصلاً وعلاقتك بيها علاقة سطحية. فبتقولك ليه كلام زي ده؟ إلا بقى إذا كان ليها غرض زبالة زيها. اه بس انا فكرت في كلامها وما بقتش عارفه الصراحه هيكون هدفها ايه من ده كله. عينها منك مثلا؟ انا ما اعرفهاش عشان تبقى عينها مني. ثانيا لا انا ولا انت نعرف الناس بتفكر ازاي ووراها ايه. تمام؟ انا داخل اخد شاور. بس انت عارف لو كلامها ده طلع صح في يوم من الايام انا رد فعلي هيبقى ايه؟ انا مش عاجبني صيغه التهديد اللي في كلامك. مش تهديد. لا تهديد. مش تهديد. بس فرصة إني أقول لك إن ثقتي فيك دي حاجة غالية قوي عندي. لو طلعت رخيصة عندك تبقى أنت حاسبها غلط. مشغولة؟ لا يا حبيبتي عادي، اقعدي. أحمد جوزي راجع من السفر. طب كويس، حلو قوي. أنا بقى فريد بقى له يومين مسافر. والله؟ راح فين؟ لا عنده قضية كده في الصعيد. كان المفروض يسافر ويرجع في نفس اليوم، بس حصل تأجيل شوية في القضية فاضطر يقعد. بس مش قادرة أقول لك بقى، هريني مسجات ومكالمات، العادي بتاعه يعني. يعني ما وحشكيش مش كده؟ طبعًا ما وحشنيش. يا بنتي بقول لك هريني مكالمات ومسجاتي، وحشني إزاي أصلًا؟ أنتِ يا أحمد وحشك؟ وحشني؟ أنا ما بقتش طايقة أبص في وشه، والله العظيم. لولا ولادي أنا كان زمان اتفشت من زمان. لدرجة إنك مش طايقة تبصي في وشه؟ ليه يا بنتي؟ أنتِ متخيلة إنك تبقي متجوزة راجل وأنتِ عارفة متأكدة إنه بيتعامل معاكي معاملة إن أنتِ أم ولاده بس؟ دادا يعني؟ وهو ما شاء الله مقضيها وكل سفرية بواحدة. لا 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 لا، أنا لو منك أسيبه فوراً ولا أبقى على أي حاجة أصلاً. وحياتك اللي أعملها، بس لو اللي في دماغي حصل. وهو إيه بقى اللي في دماغك؟ كل حاجة في وقتها. إيه بقى؟ ما هو كده مش هينفع. قلت لي اعمل لي ديسكاونت، قلت لك امين، قلت لي عندي مشكله في الجمرك وخلصتها لك. تقلقان عليا ليه بقى؟ عشان نصاب، عشان لما تجيب لي عربيه هديه وتمطر انك تكتبها باسمي عشان بس ما تلطنيش يبقى ليا حق اخاف منك. قلت لك هخلصها لك. هو
هو بس كل الموضوع المسألة يعني مسألة ظروف وقت ملخبط. مش كفاية بقى؟ وبعدين اللي أنا أعرفه إن حتة من عندي وحتة من عندي. مشكلتك إنك مش عارف أنت بتتعامل مع مين. أنا مش واحدة من اللي تعرفهم يا حبيبي، أنا رويدة فوق. آخرك معايا القعدة دي، أي حاجة تانية انساها. أنا ما بدخلش في علاقات، أنا بتجوز بس. ما أنا عارف. ما هي دي المشكلة اللي أنا عارف. بس أعمل إيه؟ فيروز عمرها ما هتوافق. طز وأنا مالي؟ دي مشكلتك مش مشكلتي. وبعدين مالك محسسني كده إن أنا اللي بجري وراك وبقول لك نتجوز نتجوز؟ هاني أنا قلت لك من الأول علاقتنا شغل وبس. ادخل. مدام فيروز تحت. ليه في ايه؟ معرفش، هي عند رندا تحت في المكتب فقلت ابلغ حضرتك. طيب روحي انت يا محمود. على فكره هي جايه ورايا. اهلا وسهلا، تنور. احنا في بزنس ميتنج. روحي انت يا نهله بس دلوقتي. بقول لك ايه؟ امشي انت دلوقتي واحنا لما نتقابل هعمل لك كل اللي انت عايزاه، ماشي؟ يلا يلا يلا، ما تبصليش كده، امشي يلا يلا. ماشي يا هاني. يلا ماما يلا. ايه الحكايه؟ في ايه؟ ايوه فيروز فين؟ مش عرفني. ايوه لسه عند رندا يعني؟ فيروز ما جاتش اصلا. نعم يا اختي. اهدى بس اهدى واقعد. هاني انا مش هستحمل الوضع ده كتير. انف. عايزه ايه يا نهر؟ عايزه اعرف انا ايه في حياتك؟ ودلوقتي حالا. انت عارفه ان انا غصب عني يعني علقت بيكي وخليتني احبك عشان عرفت ان انا مش مبسوطه مع جوزي وانه بيخوني فقلت اصطاد في الميه العكره، مش كده برضو؟ طب ما انا كمان حبيتك، بس انت بقى مصممه تحطي حواجز ما بيننا. اه لا، ما هو الحواجز دي هتفضل بيننا طول ما انا على ذمه راجل. يعني قلت لك اتطلق منه وفورا، انت ما رضيتش. وقلت لك على فيروز انا ما عنديش مشكله ان انا اتجوزك في السر، برضه ما رضيتش. وانا ما اقدرش اعمل الخطوه دي، ما اقدرش اكون سبب في طلاقي، ادمر بيت واسره. انت ايه، مش همك ولادك ولا ايه؟ هاني بطل استهبال بقى. عمر الشيطان ما يعرف يعمل دور ملاك ببساطه كده، لا هيعرف يطلع لك جناحات ولا هتعرف تخبي ديلك. بقى انت عايز تقنعني انك خايف قوي على البيت والاسره؟ يا حبيبي لا، وفي نفس الوقت ما عندكش مشكله خالص انك تصاحب مع واحده متجوزه، صح؟ انا ما قلتش كده. أنا ما انكرش إن أنا عندي مشاعر ناحيتك مش قادر أسيطر عليها، وبقاومها دايما بواحدة زي رويدة وغيرها. عايزة تطلقي اتطلقي، بس بعيد عني، وما تطلقيش على أساس إن إحنا ممكن نتجوز، علشان أنا بصراحة مش ضامن إن أنا أقدر أعمل الخطوة دي. بص بقى، أنت عارف كويس أوي إن أنا عارفة كل مصايبك واللي أنت عملته مع ستات ولاد عيلة ومنهم متجوزين، فالأحسن لك إنك ما تلعبش معايا. الله 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 الله. طب ليه السكه دي بقى يا نهله؟ هو انا فاهم انك بتحبيني ولا انا فاهم غلط؟ بتفرق معاك قوي؟ طبعا يفرق معايا ان احس انك ما عندكيش مشكله انك تاذيني. عارفه ليه؟ علشان انا لو في اتنين تلاته في الدنيا دي بديهم ظهري وانا مغمض، فانت حد من التلاته دول. ازاي جايه دلوقتي بكل بساطه وبكل سهوله عايزه تدمري لي بيتي ومستقبلي؟ هاني انا بحبك وهفضل احبك، وانا قلت لك انا مستعده اتجوزك في السر عشان انا بجد مش مبسوطه مع احمد، وبعدين انا متاكده ان هو بيخونني. نهلا علشان خاطري شيلي فكره الجواز دي من دماغك. هي بقت كده؟ ماشي، الايام بينا وانا هتطلق وانت هتتجوزني ما تشوفني. والنبي أمر أمر.
تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي ايدك بجد يا حبيبي. مش عارفه اشكرك ازاي على الاجازه الحلوه دي، انبسطنا قوي. انت تستاهلي كل حاجه حلوه يا حبيبتي، ولسه ايام هتشوفي طول ما انا راضي عنك. ربنا ما يحرمنا منك يا فريد. فريد من فضلك تخلي بالك من نفسك. حاضر، ودي خلي بالك من وليد قوي. هو صاحبك مش جاي ولا ايه؟ لسه بعت لي اهو، ركن وداخل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده هاني ابن عمي هناك اهو. يا راجل، طيب ما تعرفني عليه، انا عايزه في شغل. استنى بقى كده اروح اشوفه. ماشي. ربنا يخليك. ايه يا هن، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. كله تمام. خالد عرفات. هاي رويدة العمري. اهلا بيكي. مفيش، كنت حاجز ترابيزه بس لسه ما جهزهاش. انا بعتذر من حضرتك جدا يا فندم، وحضرتك تقدر تتفضل في الويتنج اريا لغايه لما الترابيزه تبدا. انت ممكن تيجي تقعد معايا، انا مش معايا ناس كتير. تعالوا تعالوا اتفضلوا. طيب خلاص حاضر مع مستر خالد قبل ما تجهزوا له الترابيزه. تحت امرك يا مستر هاني. طبعا اتفضل يا فندم. والله مبسوطه قوي اننا رجعنا نتقابل ونخرج. مش بحب ابقى لوحدي، خلينا نملى الوقت دايما ببلانز واكتيفيتيز كده بليز. والله يا ريت، دي حاجه حلوه قوي بالنسبه لي انا كمان. بمناسبه البلانز بقى، ها احنا بنحضر خروجه بكره. ايه ده بجد؟ اه بمناسبه عيد جوازي انا وفريد. كل سنه وانتم طيبين. حبيبتي وانت طيبه يا قلبي. وعلى فكره جوزنا اهلا كمان هيكون جيم السفر، يعني هيبقى موجود. طيب حلو قوي ده. وانا تمام، ما عنديش اي مشكله. فكرت تروحوا فين؟ والله بصي احنا لسه مستقرناش على مكان معين يعني، بس بنفكر نروح نسهر في اي حته. طب بقول لك ايه؟ الجو اليومين دول حلو قوي، ايه رايك لو نقضيه في الجنينه هنا ونعمل باربيكيو؟ بجد؟ بصي هي فكره حلوه قوي بس مش عايزاها تبقى تعب بالنسبه لي. لا 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 لا، هنتبسط قوي. ماشي، فكره حلوه جدا. دكتور مروان النشار صديقي، ودكتور سنان هايل. اه انا سامعه عنك، كذا حد اعرفه بيجي لك. بجد والله؟ زي مين؟ لا روايد علاقاتها كتير، هتلاقي حد من زباينك الستات يعرفوها. وانت اخبارك يا خالد؟ انا تمام الحمد لله، بس بقول لك ايه، انا ما اعرفش انك بتيجي هنا على طول. ازاي يا ابني؟ ده انا اللي عامل حمله الدعايه بتاعت المكان ده كله. مستر هاني، حضرتك الترابيزه جاهزه يا فندم. تمام، يلا فرصه سعيده يا جماعه. نورتونا حبيبي. اتفضل. خالد بقول لك ايه، هو مش ده جوز فيروز اللي بتمرن في الفا جيم؟ ايوه ايوه، بس انت تعرفهم منين يعني؟ لا لا ولا حاجه، انا بس جمعت الاسم على الشكل. بقول لك يا دكتور، استر عليه عشان هاني ده ابن عمي، عشان خاطر انا. اكيد طبعا، ما تقلقش. بعد الهدايا واللعب الحلوه دي اظن انا كده عداني لعب وازح. عايز اشوف بقى الشطاره في المدرسه. ماشي؟ ماشي. يلا يلا على وقع اساسيين. ممكن افهم ايه الطريقه اللي انت بتكلم بيها الولاد دي؟ ايه يا نهله، مالها طريقتي يا حبيبتي؟ حد يقول لولاده اللي في مدارس امريكان عداني العيب وازح وازح؟ وبعدين ايه عساسيل دي؟ جبتها منين دي؟ بلدي. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ قول. سيبك انت والنبي عشان انت وحشاني قوي قوي. ما تيجي بقى تفكي التكشيره اللي على وشك دي ونقعد كده مع بعض شويه وخلينا نشهيص. نشهيص؟ نشهيص ايه يا قفيل انت؟ أحمد اختار كلامك شوية، إيه اللغة دي؟ حبيبتي أنا قلت لك 100 مرة قبل كده، أنا راجل تاجر وبقعد مع ناس كتير باخد منهم وبياخدوا مني، وبعدين كل واحد بيتأثر باللي حواليه. هرشة؟ لا مش هرشة. وكده أنت قاصد تزودها وتغلس. اللي أنت فيه ده بسبب قعدات المزاج والحشيش، هي دي لهجة الحشاشين. هو أنت قنبلة نكد؟ مفيش مرة كده أجي ألاقيكي مبتسمة في وشي، لابسالي حاجة حلوة، حتى شويه برفان حلو من اللي انا بجيبه لك. انت ما بتحبنيش؟ والله واحده بقى لها سنتين بتقول لك عايزه تتطلق. تفتكر ايه يا احمد؟ وليه يا قلب احمد عايزه تتطلقي؟ انا عمري عملت معاكي الغلط؟ مشكلتك انك سايق الهبل على الشيطانه ومتخيل اني في نومه. انت عايشه في الاوهام ودي مشكلتي معاكي. امال الستات اللي انت رايح جاي معاهم دول ايه؟ يا حبيبتي انا راجل من ضمن شغلي الملابس، وستات كتير بتشتغل في الملابس، لكن انت عمرك مسكتي عليها حاجه؟ ماما الله يرحمها كانت تقول لي ما يشوفش من الغربة لي يبقى أعمى، وأنا مش هستنى لما أشوفك في حضن واحدة. أنت عارف كويس قوي إني ياما سمعت وشفت. كلها مواقف ما تدلش على أي حاجة. إيه يعني بدلع واحدة بقول لها يا بسبوستي ولا يا مريومتي؟ الدنيا تهدت. بصي يا بنت الناس، حافظي على بيتك وعيالك وبلاش قلة عقل.
يا حياتي. استغفر الله العظيم. أنا بقول البس ده أحسن، هيبقى أحلى بالنهار صح؟ صح حبيبي، هيبقى حلو عليكي أوي اللون ده. بس والله فيروز دي جميلة أوي، يعني تحتفل بينا في بيتها برضه بيبقى وجع دماغ، توضيب وتنظيف وكده. بس محدش بيعمل حاجة هو مش حابب يعملها يا حبيبتي، يعني طالما هتعمل كده يبقى هي كمان هتبقى مبسوطة. أنا فاهمة بس برضه يعني مش أي حد ممكن يعمل كده. مالك في إيه؟ بصراحة في موضوع مضايقني كده عايز أكلمك فيه. إيه؟ لما رحت أسوان وكان المفروض أرجع في نفس اليوم، بعدين القضية اتأجلت واضطريت أقعد يومين زيادة، ما حسيتش إنك اتضايقتي، ما حسيتش إنك اهتميتي إن أنا مش موجود، زي ما يكون ما صدقتي أصلا. فريد أنت حساس قوي يا حبيبي بزيادة، يعني خلي بالك وأنت هناك بعت لي فوق المليون مسج، أنت كنت بتبعت لي كل نص ساعة تقريبا. طب أنا أرجع أسأل عليك إمتى؟ أسأل عليك في النص؟ يعني أسأل عليك كل ربع ساعة؟ مش معقول. في مثل بيقول خس حبة تزيد محبة، عارفه؟ عارفه. هو الأخ فريد منفض لنا ليه؟ يا أمت ما تيجي تهوي معانا شوية على النار، ولا أنت لابس قميص بوليستر وخايف لا تتحرق مننا ولا إيه؟ فاري بقول لك إيه؟ ما تروح تقف مع الرجالة يا حبيبي. حبيبي تعال اشقى معانا شوية، أنت عامل فيها نيلي كريم؟ ده مش بتبطل هزارك السخيف ده على الصبح. امسك. شايفين لازقني إزاي؟ هيجنني والله العظيم. بس أحمد دمه خفيف قوي، عسل. جدا جدا. بقول لك يا نهلة، على فكرة أحمد جوزك بيموتني من الضحك. كله عزول. كله لا ما هو شاطر قوي في المسخرة بس. طب يلا نلعب راكت، مين يلعب؟ حبيبتي عدي بسرعة بس عشان الحتة دي مهمة أوي. ولا مهمة ولا حاجة، ولا الفيلم كله مهم وممل كمان. ازاي بس؟ ده أقوى فيلم سسبنس السنة دي. لا يا حبيبي، أنت لو عايز بقى تشوف السسبنس اللي على الحق، يبقى لازم تجربه أصيع اختراع أنا جبته معايا من الصين. بصوا بقى يا جماعة، الجهاز ده هو اللي جاي. سنة سنتين وهيبقى موجود في كل بيت مصري، بس أنا دايماً طبعاً اللي بجيب الجديد سباق. يعني الفيلم بتاعي ممل واللي أنت بتقوله ده مش ممل؟ على فكرة أنا حكمت على الفيلم بتاعك بعد ساعة فرجة، أما بقى يا حبيبي أنا الفيلم بتاعي لسه ما ابتداش. وبعدين اتقل بس يا أخي، مش تعرف ده إيه الأول؟ صحيح، ده إيه ده؟ ده يا سيدي أصغر جهاز لكشف الكذب. يعني لا مؤاخذة كده لو في حد في القعدة دي كذاب يقوم يروح. الكذاب يروح. طب يا حبيبي ما تروح، مستني ايه؟ لا يا حياتي انا عن نفسي مش كذاب وهتشوفوا بنفسكم. لا معلش يا جماعه ثانيه واحده، انا مش فاهمه اي حاجه. يعني يا رندا هانم لو انا وصلتك بالجهاز ده وسالتك اي سؤال وانتي جاوبتي عليه بالصدق الجهاز هينور اخضر ويكتب ترو، اما بقى لو جاوبتي كذب هينور احمر ويزغرط ويصفر ويقلب الدنيا. يعني ايه ده لعبه يعني؟ لا يا ست الكل، لعبه ايه؟ اللي قدامك ده جهاز كشف الكذب الحقيقي. طب واحنا هنتكلم كتير ليه؟ مين عنده استعداد يجرب؟ انا ايه حبيبي، جرب انت الاول، لو لقينا الجهاز مظبوط احنا نجرب. والله نهلا عندها حق، انت هتجرب فينا نجرب فيك انت الاول. موافق، نختبر الجهاز الاول ونشوف اذا كان هيقول صح ولا غلط. انا بصراحه مش مقتنع بالهبل ده، يعني فيك وحيات امي ما فيك. أنا لو وصلتك بالسنسور ده هو بيقيس ضربات القلب وضغط الدم وبيعرف إذا كنت أنت بتقول الصدق ولا الكذب. يا عم بطل هبد بقى وخلينا نرجع نشوف الفيلم. لا لا أنا حابة نجرب.
وانا كمان حابه نجرب. كلنا هنجرب عادي يعني، طالما هنضيع وقت خلاص يعني. هو انت ضدي ليه يا عم هاني؟ طب انا هقول لك على حاجه، ما تيجي نختبر الجهاز وتسالني سؤال كده انا وانت عارفين اجابته كويس قوي، وانا هجاوبك عليه مره صح ومره غلط، ونشوف الجهاز هيقول ايه. ماشي. البيت ده بيت مين؟ ده بيت فيروز وهاني. ها؟ قلتش انا حاجه؟ اهو زي ما انتوا شايفين صادق. اسال بقى مره ثانيه. البيت ده بيت مين؟ بيت فريد ورندا. واو شفتوا بقى؟ اهو قلتش حاجه انا. طيب هسالك دلوقتي اسمك ايه بس جاوب غلط. ماشي. اسمك ايه؟ هاني. اهو شايفين؟ طب جاوب صح. اسمك ايه؟ اسمي احمد. طب بصوا بقى، ما ندخل في الجد. ايوه بقى. احمد حبيبي، عمرك خنتني؟ عمري ما خنتك. على فكره الجهاز ده بايظ. ليه بس؟ ما احنا جربنا اهو. جوزك مش بيخونك، اتبسطي. طب اقول لكم على حاجه يا جماعه، كفايه كده على احمد، عشان نتاكد من الجهاز ده نجربه في فريد. فريد بالنسبه لي كتاب مفتوح، يعني مفيش مجال ان الجهاز يلخبطنا. ماشي يلا فريد. لا لا انا مش عايز العب اللعبه دي. اديها لهاني، جرب انت هاني. هيجرب، كله هيجرب. جرب انت، مفيش منك خوف يا فريد. يلا هات ايدك. بس تسالي اسئله سهله يا عم. انجز بقى يلا. قولي يا فريد، عمرك خنتني؟ يلا هات ايدك. بس تسالي اسئله سهله يا عم. انجز بقى يلا. قولي يا فريد، عمرك خنتني؟ أنا مش عايز ألعب اللعبة دي يا جماعة. بس ما أوبا، أنت بتخلع ولا إيه يا متر؟ شفتي بقى حياتي؟ أحمد أنا ما أعرفش الجهاز ده حقيقي ولا مش حقيقي، مظبوط ولا مش مظبوط. ما عنديش استعداد إن أنا أغامر في أسئلة حساسة زي اللي المدام بتسألها دي عشان نلعب ونتسلى. اللي بتعملوه ده غلط يا جماعة. أنا رأيي كده برضه. لا أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا مصممة إنك تجاوب يا فريد، عشان إجابتك أنت بالذات هي اللي هتبين الجهاز ده مظبوط ولا مش مظبوط. يعني أنا قلت لك لا ما بخونكيش، الجهاز قال كداب، هتصدقيني انا؟ اه طبعا هصدقك انت. مالك بتبصي كده ليه يا احمد؟ طبعا انا عارفه جوزي كويس جدا وواثقه فيه، اكيد مش هشك فيه عشان حته جهاز يعني. ماشي. طيب بس بشرط، لو انا هلعب اللعبه دي يبقى كلكم هتجربوها رجاله وستات. احنا هنجربها، انت الاول وبعديك هاني وبعدين انا وكلنا. يلا. اتفضل. بص يا سيدي، هسالك سؤال تجاوبه مره صح ومره غلط، اوكي؟ انت بتشتغل ايه؟ محامي. تاني، انت بتشتغل ايه؟ دكتور. واو، في اي ست ثانيه في حياتك غيري؟ هتجاوب؟ لا. لا الجهاز ده بيهبل على فكره. قلت لك. طب معلش نسأل تاني ونتأكد. فريد انت بتخوني؟ ما تجاوب يا فريد. لا يوه الهبل ده بقى، انا عندي تليفون مهم اعمله شغل. طيب دورك يا هاني، انا بقى هسأل. حاسب عايز اعدي. قلب وشك ليه؟ وسع يا هاني. طب عايز اتكلم معاكي. نعم. انت صدقت الهبل ده؟ اه. فيروز دي مجرد لعبه. كل الاسئله اللي كان سهل تجاوب عليها بالحقيقه كان الجهاز شغال ترو ترو، لكن لما بقت عن الخيانه والستات الوضع اتغير. بتخوني يا هاني؟ اكيد لا. أنا شكلي ضيعتكم كلكم يا أولاد. أكيد في حاجة مش مظبوطة.
أنا عارفة يا حبيبي، ما تتوترش، خد نفس كده. هسألك سؤال تاني، في أي ست بتشوفها أو بتكلمها اليومين دول وعجبك؟ ما خلاص ده هيجي. لا لا لا، إحنا قلنا من الأول إنه كله هيجرب. ردي يا عيني. ردي يا عيني. لا. عارف طول عمري ثقتي في نفسي وفيك كبيرة قوي، وعمري ما صدقت حاجة عنك، بصدقك انت وبس. لكن من الواضح اني انا كنت ست ساذجة قوي. اكيد كل الستات اللي بيقولوا عليا هبلة، صح؟ رد، بيقولوا عليا هبلة وانت تضحك، صح؟ فيروز استني. طيب عايز تقول ايه يا فريد؟ عايز اقول لك عيب، عيب لما تصدقي لعبه وتكذبي جوزك. طب حط نفسك مكاني، ازاي كل الاسئله اللي انا عارفه اجاباتها الجهاز بيقول على الصح صح والغلط غلط؟ طب واحمد، ما انا وانتي عارفين انه بيخون مراته، ومع ذلك لما قال لا الجهاز قال ترو، ايه بقى؟ لا والله احنا ما نعرفش، مراته هي اللي بتقول، يمكن تكون فاهمه غلط. بجد؟ الجهاز العبيط ده يعرف احمد اكتر من مراته؟ ويعرف عني اكتر ما انت تعرفيني؟ على العموم لو انت مصدقه ده يا رندا خلاص ما عنديش حاجه اقولها غير الله يسامحك. انا بعد ضلنا اسم، انا راح اصلي العشاء، ادعي لك ربنا يهديكي. قول لي بتعمل ايه؟ احمد يا احمد. بنام يا حياتي. قول لي بتعمل ايه عشان تخلي الجهاز يقول فولس او ترو؟ الجهاز موجود عندك بره في الليفينج، قومي جربيه بنفسك يا حبيبتي. تصبحي على خير. وقعدت طول الليل اجرب في الجهاز، ولا مره غلط ولا مره. معنى كده ان احمد مش بيخوني؟ وان فريد بيخوني؟ ما هو بقى موضوع جوزي وجوزك ده هو اللي مشككني في الجهاز. لا ازاي؟ ازاي وفين وامتى؟ فريد مركز معايا جدا، وبقيت وقته كله لشغله، يبقى امتى؟ احنا لازم نتاكد، انا وانتي لازم نتاكد. ده كل اللي اعرفه يا باشا. يعني مفيش غير رويده؟ وبصراحه كده يا باشا انا شاكك في حاجه، بس ان بعد الظن اسم، اخاف شك ده يطلع غلط وابقى كده نيلت الدنيا اكتر. بقول لك ايه يا رزق، ما تلخص. بصراحه كده يا باشا انا شاكك في نهله يا باشا. نهله؟ نهله دي مديره مكتبه؟ ايوه هي دي. اه بتشوف ايه بقى؟ بص يا باشا، بالنسبه لمدام نهله، انا من ساعه ما جيت هنا وانا بشوف حاجات بتحصل قدامي، وهي اساسا مش واخده بالها ان انا واقف، باعتبار اني راجل والحمد لله، يعني بالنسبه لها ماليش لازمه. يعني مثلا اي واحده ست بتدخل له بيركبها 100 عفريت وتتحول لحد تاني خالص، واول ما الست دي تخرج بتدخل له هي، وتغيب بقى حضرتك عنده بالتلت ساعه والنص ساعه، ده حتى اخر مره الروايده كانت موجوده فيها سامحها بودني يا باشا بتقول له مدام فيروز بره، وهي لا كانت بره ولا نيله. طيب هات التسجيل. حاضر، بس انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا مش هسجل تاني يا باشا. ليه بقى ان شاء الله؟ يا باشا الموضوع ده لو اتقفش مش هيبقى فيه قدامهم غيري، وساعتها هاني بيها يعلقني. ما تخافش يا رزق، ده جهاز صغير ومش باين، والمره دي انت سجلته وما حصلش حاجه. وبعدين يعني هو اللي انت بتقبضه قليل؟ خد يا باشا، انا مش عارف اجيبها لك ازاي، الموضوع ده لو هاني بيها عرفه هيحبسني، وانا نفسي ربنا يكرمني معاه في الشغل. انا هقول لحضرتك حاجه، التسجيل معاك اهو، اسمعوا ويمكن ربنا يكرمني ويكرم حضرتك وتقول لي جبرت، وان شاء الله هتقول جبرت. ماشي، اسمع. الجهاز مظبوط وانا سالت عليه النهارده وعرفت فعلا ان في حاجه كده، وهو قصد يكشفني قدام مراتي. والله ما حدش قال لك تقضيها وما يبقاش وراك غير الستات والكلام الفاضي. طب اسمعي بقى يا نهله، عشان نبقى واضحين كده مع بعض، فيروز ما ينفعش اخسرها، عشان انا لو خسرتها هكون بخسر بنتي، وانت عارفه انا بنتي بالنسبه لي يعني ايه، وانا عارف ومتاكد انك انت اللي خليتيه يعمل كده. بس احب اقول لك على حاجه، انا لو سبت فيروز مش هتجوز تاني. انت مجنون؟ انت ازاي تتصور ان انا ممكن اقول له يعمل حاجه زي كده؟ انا اتفاجئت بالجهاز ده زيك على فكره. اسمعي، انت لازم تصلحي الموقف ده، ها؟ وتروحي تقولي لمراتي ان الجهاز طلع اي كلام وان جوزك هو اللي مبرمجه على كيفه. اها، وانا هستفاد ايه بقى من حاجه زي دي؟ تحافظي على علاقتك بيا وعلاقتك بمكتبك. انت متهيألي
تهددني. لا انت فاهم غلط، انا سيب لك المكتب وحالا. مش قبل ما تصلحي الهبل اللي جوزك عمله ده، والا بقى ابعت له كل الفويس نوت اللي موجوده. تمام، بس كده. ده اللي انا عايزاكي تعمليه الفتره اللي جايه مع الكلاسز بتاعتنا. والله هتدعيلي، اديني شهر بس واتفرجي على الفتنس بتاعك عامل ازاي. بجد ميرسي يا فيروز قوي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا نفسي جسمي قوي يبقى زي جسمك. لا دي صعبه قوي. هيبقى احلى كمان، بس انت تلتزمي الدايت انا اللي كاتباه بالظبط. حبيبتي ثانك يو، يلا سي يو في الكلاس. باي فيروز. ممكن اتكلم معاكي شويه؟ لا مش ممكن. فيروز ارجوكي اسمعيني، صدقيني انا حاولت كتير امنع نفسي بس انا فعلا مش عارفه اعمل كده. يا عم تمنع نفسك من ايه بس؟ والله كميه الاوفر دي فوق طاقتي بصراحه. يمكن يكون عندك حق بس انا مش عارفه انا مالي، انا نفسي ما بقتش فاهم في ايه. فيروز انا عمري ما اتعلقت بحد قوي كده، انا عارف اللي انا بعمله ده غلط وما ينفعش، ويمكن انها تبان تصرفاتي عيال صغيره، بس كل ده غصب عني. انا بقالي فتره كبيره قوي بحاول اقاومك، في الحقيقة بقى أنا ولا عارف أشتغل ولا عارف أشوف حياتي بشكل طبيعي. فيروز أنا اتأكدت إن أنا بحبك. أنت أغرب إنسان أنا شفته في حياتي. مش مصدقة كمية الجرأة وقلة الذوق اللي أنت فيها دي. أنا حذرتك قبل كده 1000 مرة بس يظهر إن مفيش فايدة، وأنا مضطرة أقول لجوزي هو اللي يتصرف معاك. استني، أنت مين اللي قال لك إن جوزك فضيلك؟ جوزك مشغول مع رويدة وغيرها. أنت تعرف جوزي منين أصلا؟ ورويدة مين؟ اهدي بس شوية واسمعني. أنا حصل معايا موقف غريب جدا، والموقف ده هو اللي شجعني إني أجي وأقول لك إنه حرام تظلمي نفسك مع واحد أصلا مش مقدر قيمتك. أنت بتقول إيه أنت؟ أرجوكي ما ترديش دلوقتي، اتأكدي كويس من اللي أنا قلته. أنا واثق إنك في يوم من الأيام هتكوني مع الراجل اللي يستاهلك، اللي عايز يشيلك على راسه أنت وبنتك. أهدي اللعب إزاي مش فاهم؟ يعني ناخد بالنا أكتر وأخفف مجاية هنا شوية. هو ده معنى هدي اللعب. هو انت مش واخد بالك يا فريد ان انا متجوزاك بقالي 6 سنين في السر؟ ده انا حتى امي واختي ما بيقولوش اسمك على بعضه، ده حتى مهنتك مغيرين فيها حسب تعليمات سيادتك. اعمل ايه تاني؟ عايشه معاك في الضلمه وكاني بعمل حاجه غلط وانا واحده متجوزه وام، وانت بقى جاي دلوقتي تقول لي اهدي اللعب شويه؟ ايوه نهدي اللعب يا عبير. لعب ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ انت جوزي، ابو ابني، ابنك الوحيد يا فريد فوق. اللي معايا ده مش لعب، اللي معايا ده هو جد الجد يا استاذ. اللعب ده معاه هي هناك، انما بيتك اللي فيه ابنك الوحيد اللي هيشيل اسمك من بعدك، البيت اللي فيه الست اللي مضحيه بكل حاجه عشان حضرتك تنعم بحياه مستقره، وكل ذنبي انها عرفتك ابي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا قدامي واحده ما اعرفهاش. جلالك ايه يا عبير؟ فاض بيا، فاض بيا يا فريد، مستحمله وراضيه. أكتر من كده هيبقى ظلم يا فريد. عارف يعني إيه ظلم؟ فريد أنا مش شيرع، أنا مش شيرع، علشان لما مراتك التانية تديك كلمتين تجيلي والواد ودك تدفني بالحياة. مراتي إيه؟ مراتي التانية؟ واضح إنك فاهمة غلط. هي مراتي الأولانية وهتفضل طول عمرها مراتي الأولانية، ولو ما هديتيش شوية وفرملتي نفسك تبقى هي مراتي الوحيدة. صدقيني أنا بقول لك الحقيقة، طلع الجهاز فيك يعني لعبة وخلاص. أنتِ متأكدة من اللي بتقوليه؟ آه طبعًا متأكدة. طب انتي تعرفي واحدة اسمها رويدة؟ رويدة دي عميلة عندنا يعني في الشركة. ايه علاقته بيها؟ عميلة بقولك، يبقى شغل. يعني مش أكتر من شغل؟ والله على حد علمي يعني. بس غريبة، قبل كده كنت بحس إنك عايزة تلمحيلي إن هاني بيخوني، جاية دلوقتي بتحاولي تعملي العكس؟ بصي أنا ماليش مصلحة في حاجة، كل الموضوع إني لقيت جوزي ممكن يتسبب في مشكلة بسبب لعبة هايفة، فجيت عشان أصلح ده وأرضي ضميري. سوري. طب انا مضطره امشي. تشيك بليز. راح فين ده؟
مغلق أو غير متاح. يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق ألو، مساء الخير. أنا رندا مدام أستاذ فريد. هو موجود في المكتب؟ مشي؟ طب مشي من إمتى؟ من الصبح؟ طيب، مرسي. فريد، فريد، انت فين يا فريد؟ ليه تخد الدنيا عليك كده؟ انت ازاي بتكلميني في المعدة من غير ما تبعتي لي رساله؟ وليد في حاجه؟ اولا انا اتصلت عشان انت ما بعتش، ثانيا تليفونك مقفول بقاله 3 ساعات. انت مش عارف انا اتخضيت عليك ازاي. بصي بقى يا بنت الناس، وبعدين عن موضوع مراتي تماما، الشخصيه العصبيه اللي انا قابلتها النهارده دي لو قابلتها تاني هيبقى اخر يوم ما بيننا. وقفلي دلوقتي وخلينا نتكلم بكره. سلام. انت ازاي تقفل تليفونك كل ده؟ معلش مخنوق شويه يا رندا. لا والله، يعني انا اقعد كل ده حرق في دمي وفي اعصابي وانت تقول لي مخنوق شويه يا رندا؟ ده الطريقه الجديده دي ان شاء الله. انت حطاني في موقف وحش قوي، بعد كل اللي بعمله عشانك بتكذبيني عشان جهاز عبيط؟ على فكره بقى الجهاز ده مش عبيط، الجهاز ده نهله سهرت طول الليل عشان تثبت ان هو صح، وهو صح، وانت بتخوني يا فريد. وعارف لو اتاكدت من ده هتندم ندم كبير قوي، وهتلعن اليوم اللي اتجوزتني فيه. اتفضل بقى وريني تليفوني. يا جماعه انا قلت لكم ان انا قديمه، الرجاله كلهم عجينه واحده وانا حافظاها. بصي بقى يا رندا، انت جوزك فريد ده فعلا فريد من نوعه ومختلف جدا، طريقته جديده. في الوقت اللي هو فاضي فيه يفضل يهريكي مسجات، مكالمات، واتساب، صور لحد لما تزهقي. ولما يحب يختص الغطسه بتاعته بتكون انت اوريدي خلاص زهقتي ونفسك تاخدي منه بريك. في الوقت اللي حضرتك بتاخدي البريك هو يكون بيخونك. نهار اسود ومنيل. ايه، مش كنت زعلانه ان جوزك عادي قوي مش جذاب للستات؟ اهو طلع ميه من تحت تبني. لا لا، مش ميه من تحت تبني ولا حاجه على فكره. وبعدين انا مش عايزه كده خالص، اصلا انا مش ممكن اتخيل ان فريد بيخونني. فريد يخونني انا؟ لا 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 لا، فريد مش ممكن يخونني. لا لا لا، اهدي اهدي بس يا حبيبتي، الموضوع مش كده خالص، عادي جدا، ده كاس ولازم يدور علينا كلنا. هو صحيح صاحبتكم التالتة دي فين؟ ويا ترى الجهاز قال لجوزها ايه؟ نهلة، تعالي هنا. صحيح انا فيروز بتكلمني من الصبح بتقولي انك كلمتيها وقلت لها ان الجهاز طلع فيك. انت عملتي كده فعلا؟ اوعي تكوني قلت لها حاجه ثانيه. يا حبيبتي، ومين قال لك انها مصدقاكي اصلا؟ دي قالت لي ان انت واخده اوردر من هاني تضحكي عليها وتقولها ان الجهاز طلع فيك. هو ده اللي حصل، هو فعلا قال لي اقول لها كده. وانت سمعتي كلامه على طول؟ هو انت يا بنتي مش كنت عايزاها تعرف انه بيخونها؟ ماليش دعوه، كل واحد يتصرف في حياته بقى، خصوصا انت. على فكره نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا، انا خليت فريد يوريني تليفون وما لقيتش اي حاجه فيه. او ماي جاد، انت ساذجه للدرجه دي؟ معقوله يعني مش فاهمه ان هو بينظفه قبل ما يجي لك؟ انت ازاي تعملي كده؟ انت بوظتي كل حاجه. دلوقتي حضرتك هتسيري شكوكه وهتخليه يبقى حذر، وبقابليني بقى لو عرفنا نقفشه. هو الوضع ده هيستمر كتير؟ انت بتشتكي من بدري قوي، احنا ما بقناش 3 ايام. بعدين ده انسب مكان نتقابل فيه، عشان حتى لو طبت علينا عادي زبونه. انا واثق ان هي مركزه معايا قوي اليومين دول. انا مش مصدقه ان انت خايف منها قوي كده. انت لازم تفهم ان خوفك ورعبك ده بيجرحني، بيعذبني، زي ما يكون هي اللي غاليه عندك وانا واحده رخيصه ممكن ترميني في اي لحظه، مع اني انا ام ابنك. ليه مميزها عني قوي كده؟ بالعكس، انت اللي متميزه في كل حاجه. انت عارفه عن وجودها هي؟ لا،
انت عارفه كل تفصيله في حياتي. هي في حياه كامله انا عايشه ما تعرفش عنها حاجه. كل ده بقى عشان انت شايفني ضعيفه وما اقدرش اعيش من غيرك، فهرضى باي وضع انت تحطني فيه. لكن هي الهانم طبعا الوضع مختلف، لازم تفضل فاهمه مفيش في القلب غيرها، انما انا حيالله حته واحده عرفت تجيب لك عيل، لكن قلبك وحبك واحترامك كله ليها. انا مصدوم فيك يا عبير. اول خناقه اتخانقها في 6 سنين يبقى ده رد فعلك؟ علشان اول مره احس ان انا فعلا نمره 2، اول مره احس ان لو في اي حاجه مست علاقتك براندا هترميني في الشارع. عارف يا فريد، تصحيت فيا كرامه اللي انت مخدرها بقالك 6 سنين يا فريد، 6 سنين. والله انا ما بضحكش عليك يا عبير، انت كنت عارفه وضعنا من قبل ما نتجوز ووافقتي. جابت شيكي دلوقتي؟ اه هشتكي، هشتكي لما الاقيك بتدوس عليا عشان تحافظ على مشاعرها. هشتكي، هشتكي واولع الدنيا كمان. فريد انا مش جايه لك هنا تاني، لما تبقى عايز تشوفني تيجي لي بيتي. وبكده تبقى الكامبين كملت، وما اعتقدش ان في اي حد في السوق ممكن يقدم عرض احسن من ده. تمام، بقول لك ايه، هولد شويه على موضوع رويدة العامري ده، احتمال نعمل ترمينيشن للديل كله. نعم، بس احنا اشتغلنا عليه كتير وصرفنا فلوس. مش مشكله، طز طز. طز. شكلها عصلجت معاك رندا. اخر مره هسمح لك تتكلمي معايا بالطريقه دي، لا جد ولا هزار، اخر مره. اتفضلي يلا على مكتبك، يلا يلا. انا قاعده معاك دلوقتي مش عشان تعاكس فيا، انت بتقول ان معاك دليل ان جوزي بيخوني، عايز اشوف الدليل ده. فيروز يا ريت شويه احترام ليا، انا مهما كان مش عيل صغير. انا حبيتك غصب عني، بس جوزك بقى هو اللي بيخونك بمزاجه. وانا قلت لك 1000 مره مش عايزه اسمع كلمه بحبك دي، ولو ما قلتليش ايه الدليل اللي معاك دلوقتي حالا انا همشي. ولو اتاكدتي ان هاني بيخونك هتسيبيه؟ مش شغله. لا شغلي، انا مش بلعب، انا بحبك يا فيروز وعايزه اتجوزك. ولو اتاكدتي ان هاني بيخونك كل يوم انا ما اعتقدش انك هترضي تعيشي في الاهانه دي. انا مش عايزه حاجه. استني، انا هبعت لك دلوقتي تسجيل مدته طويله شويه لهاني باشا وهو بيعاكس في اي ست تدخله. انت ازاي سجلت لجوزي؟ والله العظيم مروان نشر ايده طايله. اسمعي الاول بس، اصل بعد ما تسمعي اسئله كتيره قوي مش هتهتمي تساليها. بس قبل ما ابعت لك التسجيل ده اقسم بالله يا فيروز انا نيتي سليمه جدا من ناحيتك، وملياش اي حلم في الدنيا غير ان تكوني معايا. وساعتها اتاكدي انا هعمل المستحيل عشان اخليكي اسعد ست في العالم، لانك فعلا تستحقي. ابعت التسجيل. انا هطق من هاني، انت مش متخيله اتكلم معايا ازاي دلوقتي بمنتهى قله الذوق. هو اصلا النهارده مش طبيعي، مجنون. انا عايز اسيب الشغل. والله ههزر معاكي يعني؟ طب يلا تعالي لي. يا هاني يا جزمه انت كمان، بقيت بكرهك. الو، هاي رشا، ازيك يا حبيبتي؟ ايه يا مزه، عامله ايه؟ ها قفشتي جوزك ولا لسه؟ لسه، وعايزه مساعدتك. مش احنا قلنا ننيمه خالص ونرجع عاديين كاني مفيش حاجه؟ مش عارفه اعمل كده، باين عليا قوي وهو فاهم. طب خلاص اديني شويه واكلمك اقول لك نتقابل امتى. اوكي يا حبيبتي، يلا تشاو. باي. ايه بقى اللي حصل؟ البيبي يقول لي اعملي هولد للديل بتاع رويده، فبغلس عليه عادي يعني، بقول له شكلها عصلجت معاك، راح هابب فيا ومزعق وقايل لي ما اسمحلكيش تتكلمي معايا كده، اتفضلي على مكتبك. انا يكلمني كده؟ انا يقول لي كده يا نهله؟ وانت رديتي قلتي ايه؟ ولا رديت ولا اتنيلت، وقفت زي الهبله وبعد كده مشيت. كرامتي ناقحه عليا قوي، متنرفزه جدا، انا عايز اسيب الشغل ده. عمل معايا نفس الكلام لما قال لي روحي لفيروز وقولي لها ان الجهاز فيك. والله. ده البيه بقى شادت حلو علينا. بس بقول لك ايه، الشركه دي احنا، فلو مشينا منها الدنيا هتخرب، عشان كده اي تصرف يعمله مع اي واحده فينا ناخد نفس الموقف. ديل؟ ديل. انا بس كل اللي شاغل دماغي فريد، انت متخيله انه من يومها لا بعت لي ولا اتصل بيا؟ الله يرحم، لما كنت كل 5 دقايق ابص عليكي الاقيكي تبص لرسايله بقرف. ما
هو كله من الجهاز الزفت بتاع جوزك ده. انت عامله ايه معاه صحيح؟ انا متلخبطه قوي يا رندا. انا واصله معايا ان عايزاه يطلع بيخوني، لاني بطلت احبه من زمان. ولو ما طلعش فعلا بيخوني يبقى انا مش هقدر. مش هتقدري ايه؟ معرفش بقى. اقول لك على حاجه يا نهله وما تزعليش مني، انا ساعات بحس انك بتحبيهاني. لا طبعا. وبعدين ما انا ساعات برضو بحس انك بتحبيهاني. انا ايه الهبل ده؟ لا طبعا، انا ما كنتش ان هاني كشخصيه يعني جذاب بالنسبه لي، لكن عمري ما حبيته. انا بحب فريد ومخلصه ليه جدا. ممكن يكون في حاجات في هاني بتعجبني كان نفسي اشوفها في فريد، لكن حب اكيد لا. انما انت بقى يا نهله، انا مش عايزه اتكلم. وبليز بقى يا رندا مش عايزاكي تكلميني بقى في الموضوع ده. يعني صح بتحبي؟ بقول لك لا يا رندا، انا رايحه المكتب. تعبت. بصي يا ستي، اول حاجه هنعملها هتديني صورته هنحطه على جروب اسمه اي نو هيم. ده ايه ده؟ ده جروب انا اللي عاملاه. اي راجل بقى شايف نفسه وعامل فيها كذا نوفا ومقضيها، الجروب ده بيفتحه. وياما فضحنا بلاوي وانقذنا بنات من جوازات زفت، وياما كشفنا خيانات بالهبل. ايوه بس انا كده بقى بشهر بجوزي. ما تقلقيش، اولا احنا بنحط صورته من غير اسم، ثانيا ممنوع اي حد يحط كومنت، اللي عنده معلومه كده ولا كده بيبعتها لنا انبوكس. بس مجرد اني احط صورته عشان يتسال عليه دي حاجه مش حلوه ليه خالص. ما هو احنا برضو بعد فتره بنرجع نكتب على الصوره دي ان الشخص ده ما فيش ولا اي كومنت نيجاتيف جت عليه، عشان كده بيفضل سمعته زي الفل. ماشي، بس ممكن اللي يشوف البوست الاولاني ما يشوفش البوست التاني. انا جوزي بيشتغل محامي، يعني حاجه زي دي ممكن تضره جدا في شغله وسمعته. شوفي بقى، احنا اتفقنا ان انت تسمعي كلامي، سو يا اما تمشي بطريقتي يا اما تكملي انت بطريقتي. تحبي ايه؟ طب ايه تاني؟ مفيش، يومين ثلاثه كده حد هيطلع من عندي يراقبه، وطبعا الشخص ده بيكون بمقابل مادي، يعني 500 جنيه في اليوم. بس اوعدك خلال اسبوع اكون جايبه لك معلومات وحاجات زي الفل. لا لازم تبعتي بسرعه. ماشي خلاص، بقول لك تمر يعني واول مره يعني. اول مره فعلا. بقول لك ايه، شكلك زي القمر. ميرسي ميرسي. انت على طول كده؟ طب خلاص بقى، انا هطلع بعد كده. يلا باي. بابي حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ مستنية بابي يروح قلبي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. فينك كل ده؟ معلش يا حبيبتي كان عندي اجتماع طول شوية. يلا بينا نطلع ننام؟ لا مش عايزة انام. لا هننام. اوكي. هنايمها وارجع لك ماشي؟ على فكرة شكلك زي القمر. شكلك كمان رجعتي فيروز اللي انا اعرفها. هديتي خلاص؟ اه يا حبيبي، انا نسيت اللي حصل ده خالص. ماشي راجعلك. يلا بينا. صورة جوزك ايه بقى؟ منورة على الجروب. توقعي بقى أي حاجة وما تتصدميش. طب اللي هيراقبه ده هيراقبه امتى؟ من بكرة. على فكرة أنت كمان لازم تعملي كده. اعمل ايه؟ امشي ورا حد؟ لا معلش دي صعبه قوي دي. انا نفسي هعمل كده. ولا هي غلط ولا ايه؟ بصراحه انا ما عنديش الجرأه دي، وبعدين هو لو عارف اكيد هيركبني الغلط، خصوصا لو هو طلع فعلا مش بيخوني. ولا هتنزلي صورته؟ ولا هنزل صورته؟ سنة عمري ما في كده في التاريخ موجود قرار اسمه وليد فريد وليد. سنة عمري ما في كده في التاريخ موجود ايه ده؟ ايه في ايه؟ وقال تفرق اسمه وليد فريد وجدي؟ انا جوزي اسمه فريد وجدي. على فكره يعني انت في ايه مخلوقه ليه؟ ممكن يكون تشابه اسماء بس. تشابه اسماء ايه؟ هو اسمه محمد محمود. يلا بينا على الاداره، قومي نتعرف على ابن جوزك. يلا يلا، انتوا لسه قاعدين؟ Thank you.
طبيب؟ بابا مش لاقي. ممكن تقولي مش لاقي ايه؟ ها ليه حبيبي؟ ليه كده حبيبي بابا؟ وهذا خالده؟ ايوه الحمد لله على سلامته. احنا اسفين قوي. شكرا جدا لحضرتك. الأمن لقيت رندا واقفة بره، فجمعت بسرعة إن هي كانت في النادي هي وأصحابها، وأكيد سمعت اسم وليد الثلاثي في الإذاعة، فحمدت ربنا إن ناصر أخويا كان معايا، قلت له يخش يجيبه ويقول أي حاجة تحس إن هو باباه. مش عارف أشكرك إزاي يا عبير. الحركة اللي أنت عملتيها دي حركة واحدة بنت الناس فعلا. واحدة تانية كانت سابت الأمور تمشي زي ما تمشي، ما كنتش هلومك. أنا عملت كده علشان بحبك وبحترمك يا فريد. وملتزمة معاك بكل كلمة قلتها لك زمان، بس كمان أتمنى إن أنت تلتزم معايا باللي قلتهولي. قلتلي لما والد هيكبر جوازنا هيبقى في العلن قدام كل الدنيا. بس هو وليد لسه صغير. وأنا كنت فاكرة برضه كده لحد ما وليد سألني وإحنا مروحين هو ليه خاله قال إن هو بابا. ما ينفعش أقول إن بابا هو بابا. وليد قال كده؟ عارف وليد قال كده ليه؟ علشان لما بيبقى عنده أي مناسبة في النادي أو في المدرسة أنت ما بتجيش. وليد ما بيخرجش معاك في أماكن عامة زيه زي أصحابه وزمايله. وليد لما بيحب يشوفك بيشوفك في الضلمة زي بالظبط. بس أنا فاهمة أنا بشوفك في الضلمة ليه؟ لكن هو مش فاهم وعايز يفهم. Breathe in. Breathe out. Thank you guys. Great effort, والله برافو. بس انت شديتي علينا قوي النهارده. خالص والله، انتوا اللي كسلانين، راجعين من جونه كلكم كسلانين مش فاهمه في ايه. بقولك ايه؟ ما تيجي تسهري معانا النهارده. تامر جدلة عامل هاوس بارتي اتجنن. بتقولوا ايه ها؟ بقولك تيجي تسهري معانا النهارده. يا ريت يا فيروز والله، هتتبسطي جدا. مش عارفه والله هاني ظروفه ايه. يا ستي ما تيجي لوحدك بقى لو هو مش فاضي، ما كتير مننا بيروح سنجل يعني. شتتكي والله فكري. صعب والله، بس هشوف. طيب. حاولي. الو ايه يا حبيبي انت فين؟ انا لسه مخلصه جيم وكان عندي كلاس متاخر النهارده. انت فين؟ انا في البيت. يلا تعالي بقى مستنيكي. وحشاني والله. بس غريبه اشمعنى؟ هو اللي اشمعنى عادي يعني، بس حاسس ان احنا بقى لنا فتره كده ما قعدناش مع بعض. هو انت لسه بتحبني؟ السؤال بحبك. طبعا بحبك وبموت فيكي كمان. بقالي كتير ما سمعتش منك كلام زي ده. طب يلا تعالي بسرعة مستنيكي. اوكي يلا. بقول لك ايه؟ انا اصحابي في الكلاس عندهم هاوس بارتي النهارده وحابه قوي نروح انا وانت، ايه رأيك؟ ماشي اوكي. ليه لا؟ بس تعالي الأول على البيت. مستنيكي. باي. اوكي يلا. يا ريت ترجع هاني اللي حبيته واخترته بين كل الناس. الو الو يا رويد. انت فين؟ في البيت. لا بيت ايه؟ يلا البس وتعالى قابلني. طيب ما تخليها بكره علشان انا مثلا. اوكي يا حبيبي خليك بكره براحتك، بس خليك فاكر بقى ان الفرصه اللي انت مستنيها جات لك وانت اللي اتدلعت. طيب بقول لك ايه؟ طب ما تجيلي على شقه الميعاد اللي قلت لك عليها. لا على الشركه نتفق وبعدين نروح مكان ما انت عايز. ماشي يلا جاي لك. باي. بصراحة يا نهلة بعد موقف النهاردة ده أنا حاسة كأنها رسالة من ربنا. حاسة كأنه عايز يقولي إن شكوكي في جوزي مش في محلها. أنتي متخيلة الصدفة دي؟ متخيلة إن طفل يطلع اسمه وليد فريد وجدي وأنا أعرف اسمه في نفس الوقت اللي أنا بحاول فيه أكشف جوزي؟ لا دي حاجة مش طبيعية. طب أنتي بتفكري في إيه طيب؟ بصي بقى أنا هكلم رشا دي وهقولها تفكها مني خالص. هقولها تبطل كل اللي هي بتعمله، لا عايزاها تراقبه ولا نيلة. أنا جوزي بيحبني وبيموت فيا. مش حتة جهاز عبيط صيني أهبل زي ده هيخليني أشك فيه، بلاش هبل بقى. يعني تفتكري أحمد أكيد بيخوني، صح؟ يعني أكيد الجهاز ده أي كلام. أنتِ غريبة أوي والله، أنا عمري ما شفت واحدة عايزة جوزها يطلع بيخونها بالعافية. يا بنتي أنتِ عندك بيت وولاد، اعقلي بقى فوقي، إيه اللي أنتِ بتعمليه ده؟ عايز تخربي بيتك بالعافية يعني؟
انت ظالمه جوزك، يعني حرام عليكي. انا هقفل بقى دلوقتي. فريد شكله ايه؟ باي. يلا باي باي يا حبيبتي. انا عمري ما شفت واحده عايزه جوزها يطلع بيخونها بالعافيه. يا بنتي انت عندك بيت واولاد، اعقلي بقى. يا بيبي الو. ايوه يا حبيبتي، انت وصلتي؟ لا انا نزلت بس علشان كلموني لازم انزل اسمع الاغنيه بتاعت الاعلان. يعني هتتاخر؟ لا مش هتاخر يا حبيبتي، بس بقول لك ايه، لو كلمتيني ولقيتي تليفوني مقفول تعرفي ان انا في الاستوديو عشان مفيش نتورك. يعني اجهز يعني؟ ايوه يا حبيبتي. لا اجهزي اجهزي، انا مش هتاخر. باي باي يا قلبي. بصراحه الجيم بوخ قوي، وانا جيت النهارده عشان بس احاول انقذ الوقت الكتير اللي ضيعناه قبل ما يضيع على الفاضي. حلو قوي الصراحه، دي اللي واصله لدرجه البجاحه. حلو، تعجبيني. يبقى كل واحد فينا يقول هو عايز ايه من التاني. ماشي. شوفي بقى، انا عمري في حياتي ما دخلت علاقه بالشكل ده. انا احب الست اللي تبقى معايا تبقى عارفاني لشخصي، مش عشان خاطر مصالح. ولو هي داخله علشان خاطر مصالح افضل اللي انا ما اعرفش. اصل انا بصراحه لما بعرف بقفل بفصل يعني. وانا عمري ما دخلت في علاقه غصب عني الا لو هستفيد من وراها. كونك انك تعجبني واموت عليك زي ما انت نفسك تحس، ده مستحيل هيحصل بشياكتك وجمالك وفلوسك الكتير اللي بتصرفها على نفسك. تعجبني بتصرفاتك معايا، انك تبقى مهتم بيا، تدلعني، حاسس ان اهم واحده في حياتك، ساعتها بس هحبك واموت ليك. ايوه ما انا عملت ده كتير بس برضه ما فيش فايده. كذاب، انت بتشوق ولد ده، تديه العربيه وما تكتبهاش باسمه، تتفق معايا على الديل وتعطله. مش رويدة العمري اللي يتعامل معاها كده. يا ما دقت على راس طبول يا هاني. انسي العربيه خالص، عليها مشاكل. وبعدين انت مش ركبتيها شويه وكمان خبطتيها؟ خلاص غيره. طز في العربيه. حلو، عايزه ايه بقى؟ اولا الكامبين اللي هتعمله البرفيوم بتاعي تبتدي فيها من دلوقتي، وتزود لي 10% على الحمله و10% ديسكاونت على الديسكاونت اللي قبل كده. ايوه بس كده كتير. مش كده وبس، رؤوف الريدي انتيمك صاحب اوتيلات جرينز عايزك تكلمه لي اورد له البرودكت بتاعتي. هو انت بتعملي شامبوهات وبادي لوشن؟ هعمل، انت بس دخل. ايوه بس كده هتبقى طالعه جامده قوي. اكيد. طيب وكل ده مقابل ايه؟ هبقى ليك، نخرج سوا، نسهر سوا، هبقى بتاعتك. ماشي وانا موافق، وهكلم لك رؤوف الريدي دلوقتي. نطلع على المعادي؟ نطلع. ونطلعش ليه؟ الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح، يمكنك ارسال رساله صوت. ماشي يا هاني، والله لا انا رايحه. أنا آسفة يا فريد، ما تزعلش مني. أنا عارفة إن الفترة الأخيرة كنت بتصرف تصرفات بايخة وغبية، بس والله ده لو لي سبب هو إني بحب وبغير عليك. اللي حصل معايا ده كان بشع أوي يا رنا. أكتر حاجة تجرح البني آدم الظلم. غصب عني يا فريد، ما أنت شفت بنفسك. هو الجهاز الغبي ده اللي عمل فيا كده، قلب لي دماغي. وبعدين ما تعمليش كده تاني، ما تشكيش فيا ابدا ابدا مهما حصل. هو ايه اللي مهما حصل؟ مهما حصل ازاي يعني؟ يعني عايزني اشوفك مثلا قاعد مع واحده تانية من ورايا واسكت؟ ما هو ده عمره ما هيحصل. ربنا يخليك ليا يا فريد، وابعد عننا العين والشيطان. انا بحبك قوي. انا بموت فيك. عارف النهارده حصل معايا موقف غريب قوي. ايه حصل ايه؟
شفتي بقى؟ برافو. تعالي تعالي. الو. ايه جوزك جه معاكي؟ لا جيت لوحدي. حلو. بس واحدة ما يخلص مشوار ويجي. طب ايه بقى يلا نروح؟ يلا. يلا يلا. هاي فيروز. هاي. يا ترى بقى سمعتي التسجيل؟ لا مسحته. طب ليه؟ لاني مش هتجسس على جوزي. غريبه قوي انت يا فيروز. انا اول مره اشوف واحده ست حابه تعيش حياتها مضحوك عليها وراضي. انت بس يمكن اول مره تعرف واحده بنت ناس. ما يستاهلكيش والله العظيم ما يستاهل. اولا انا ما اسمحلكش تقولي كده. ثانيا انا ما اعرفش انت اتجسست على جوزي ازاي، بس انا هبلغه هعرفه انت مين. وانا متحمل مسؤوليه اي حاجه عملتها. اطمني انا عملت كل ده عشان خاطرك. أنا مش عايز منه حاجة أصلاً ومش هقرب له تاني لأنه ما يهمنيش. أنا عملت كل ده عشانك يا فيروز. وأنا بقول لك لآخر مرة شلني من دماغك، ده أحسن لك. ولو إنه صعب عليا قوي لكن حاضر. أوامرك يا مدام فيروز. بس أنا عايزك تأكدي إن ما كانش في نيتي أي حاجة وحشة خالص من ناحيتك. وربنا يوفقك ويسعدك. راحت فين دي؟ الو انت فين؟ نزلتي تسهري؟ يعني ايه تنزلي من غير ما تقولي لي؟ تليفوني مقفول ومش عارفه توصلي لي، بقى ما تنزليش. يلا تعالي على البيت دلوقتي حالا. مش هاجي دلوقتي انا. يعني ايه مش هتيجي؟ يعني زي ما سمعت، انا ما اعملش شعري واعمل ميك اب وكل ده وتقول لي تعالي. انت كنت فين؟ ومع مين؟ وقافل تليفونك ليه؟ قلت لك كنت في الاستوديو ومفيش نتورك، انت هتحققي معايا. يلا تفضلي على البيت دلوقتي حالا وبعد كده اسالي على اللي انت عايزاه. يلا ما تستنيش. باي. فيروز تعالي. اوكي جاي. أظن غيرتي. نتكلم بقى. عايز إيه يا هاني؟ عايز أقول إن اللي حصل النهارده ده ما يتكررش تاني. مفيش حاجة اسمها إنك تنزلي من البيت من غير ما تقولي لي. تليفوني مقفول ومش عارفة توصلي لي، يبقى ما تنزليش. وده حب وغيرة ولا عايز تحس إنك مسيطر؟ لا دي أصول. أنا كراجل ما ينفعش أبقى قاعد في البيت مش عارف مراتي موجودة فين، ووقت ما أعرف أكتشف إنها سهرانة في مكان ومن غيري. ويا ترى الأصول دي فيها إني بعد السنين دي من علاقتي بيك فجأة دلوقتي ابتدي اسمع انك مش ماشي صح؟ يعني ايه مش ماشي صح؟ هو انت لسه بتتكلمي على الجهاز العبيط ده؟ يا ريته على قد الجهاز. بص انا ست ذكية جدا ودماغي كبيرة. عايزة اقول لك جملة واحدة يا ريت تفهمها كويس قوي. لو انت مخلص ليا وامين على علاقتنا اتأكد اني انا نفس الشيء. ولو انت بتخني ومش امين على علاقتنا برضه اتأكد اني انا نفس الشيء. هروح اطمن على البنت. رندا عايزه اتكلم معاكي. ثانية واحدة. بيبي ايه رأيك اغير لون شعري ولا اسيبه كده؟ هاي حبيبتي كنت بتقولي ايه؟ ما بنامش مش عارفة أعمل إيه مع أحمد دي رندا. يعني أنا عندك كده؟ إيه التلزيق اللي أنت فيه ده؟ اسكتي. أنا بجد بعيش أحلى أيام حياتي من ساعة ما اتجوزت فريد. والله؟ طب كويس. بس إشمعنى؟ عشان أنا كنت عبيطة. كنت فاهمة الدنيا غلط. قال إيه كنت متضايقة قوي عشان فريد مهتم بيا زيادة عن اللزوم. وكنت متضايقة إنه مش الواد الصايع اللي الستات هتموت عليه. أنا وصلت لدرجة إني كنت عايزاه يكذب عليا عشان أحس بسسبنس في حياتي، تخيلي. وأول ما شكيت إني بيخوني اتجننتي، صح؟ اتجننت؟ دي كلمة قليلة. أنا مش قادرة أوصف لك إحساس الغيرة ده بشع قد إيه. لا لا لا. أنا متهيألي لو كنت اتأكدت فعلاً إنه يعرف واحدة
كنت قتلته، قتلتها، كنت ولعت فيهم هما الاثنين. عشان تقدري بس موقفي يا رندا، الإحساس ده أنا عشت معاه سنين، بياكل فيا كل يوم لحد ما كان هيقتلني. ما فقتش من الإحساس ده غير لما بجد بطلت أحبه. وهو طلع مش بيخونك؟ مش مصدقة إنه مش بيخونني. مش مصدقة ولا مش عايزة تصدقي؟ فريد اتأخر عليا كده ليه في الرد؟ فريد انت فين؟ ما ردتش عليا ليه؟ دي هي برضو؟ لا ايه بقى النظام الجديد ده؟ خليني تحب ارد عليها. ما ترد، هو انا مسكاك؟ ما ينفعش ارد على قدامك يا عبير، لو سمحت سيبيني لوحدي. ماشي يا فريد، ده الرد. اسف حبيبتي، معلش حد دخل عليا. عاجبني؟ عاجبني دي كلمه قليله جدا. انا مفيش ست اصلا تقرب من جمالك، انا بشوفش غيرك يا حبيبتي. ما بعتليش ولا صوره النهارده، ابعتلي صوره ليك من المكتب. حاضر حبيبتي، هخلص بس الميتنج ده وابعتلك صوره على طول. عبير، انت واقفه بتصنعتي عليا؟ اجري روح لها، اجري روح لها، يلا امشي. معرفش انت بتعرف تتنحنح قوي كده، وهنا عاملين فيها سي السيد. هو انا ممكن اعرف ايه اللي مقعدني عندك كل ده ولحد دلوقتي ما بلغتيهوش اني موجوده؟ على فكره اقدر ادخل عادي جدا ومحدش هيقدر يمنعني. مين قالك انها منعك؟ اصلي دي حاجه ليها علاقه بالذوق والاخلاق، يا موجوده يا مش موجوده. لا انت اتجننتي، ازاي بتكلميني كده؟ انا ما غلطتش فيكي اصلا، بس لو غلطت مره ثانيه انا مش هسكت لك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ هو انا ينفع اكون موجوده بقالي نص ساعه والهانم ما تقولكش اني موجوده؟ معلش يا رويد انا كنت مشغول شويه، يلا تعالي. هو في ايه وايه اللي تعالي؟ انا اتغلط فيا وانا بشوف شغلي يا مستر هاني، ولو ما خدتليش حقي دلوقتي حالا اعتبرني اني مش في الشركه دي. وانا بقول لك دي لو ما مشيتش مش هعرفك تاني. انتوا بتهددوني ها؟ طب انت مرفوده وانت مش هشوف وشك تاني، يلا مش اطلع بره، يلا. انا هربيكم. مش ملاحظه حاجه يا حياتي؟ ان انت ما بقيتيش تقعدي معايا خالص. انت بتبقى عايز تقعد معايا في الوقت اللي انت شايفه مناسب ليك، فهل هو مناسب ليا؟ ويا ترى امتى بقى الوقت المناسب ليكي؟ انت بقالك اسبوع سايبه الشغل وقاعده في البيت ليل نهار، ومع ذلك كل ما اجي اكلمك كلمتين على بعض بتخلعي. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه اني مودي مش حلو ونفسيتي تعبانه، سنين بشتغل في الشركة دي واتبنت على كتافي، تفتكر سهل إن أنا أنطرد منها كده؟ لا أكيد صعب طبعًا، الله يكون في عونك الحقيقة، بس أنتِ كمان لازم تشوفي حاجة تعمليها يعني تخرجي نفسك من المود ده. تشوفي حاجة تنسيكي، تسليكي، أو مثلًا نقعد مع بعض شوية، نخرج، نتكلم مع بعض، نشوف لنا فيلم حلو، كده يعني. والله أنا مستغربة الاهتمام المفاجئ ده. عليا الطلاق ولا مفاجئ ولا نيلة.
هو بس انا كل ما اسافر شويه وارجع الاقيكي بتعامليني كده معامله الزوج الخاين، واسئله بايخه وتريقه وقلبالي وشك وخناق فوق لنفسك بقى. كمل سكت ليه؟ اكدب عليا شويه كمان والنبي ولبسني الهمه. انا مش عبيطه ولا هبله يا احمد، انا عارفه كويس قوي انك بتخني. لا هو انت بتحاولي تكدبي على نفسك علشان بس عايزه تطلعيني وحش. وعايزه اطلعك وحش ليه بقى؟ ليه بقى دي هقولها لك بعدين يا حياتي. يا بنتي والله مش طايقه الشركه من بعدك، بقت كئيبه جدا، عشان كده قلت له هاخد اجازه يومين. طب هو مش بيجيب سيرتي خالص؟ الحقيقه ما جابش سيرتي. معلش بعدين هيعرف. بنتي رشا جاي. هاي يا بنات، معلش اتاخرت عليكم. هاي عاملين ايه دلوقتي؟ تمام. رشا انا محتاجاكي قوي. طب ما اكمل قوي. ها وانتي رندا؟ لا انا فكك مني خالص، انا تمام جدا جدا، مبسوطه قوي مع فريد جوزي. طب هو فين دلوقتي؟ هو في شغل. قولي لي يا حبيبتي كنت عايزاني في ايه؟ طيب يا جماعه انا هستاذنكم، هدخل تواليت. اوكي ماشي. على فكره هي مش رايحه الحمام ولا حاجه، هي راحت تشيك على جوزها. في عبير انت بقيتي واحده تانية. مش انت الست اللي انا اتجوزتها؟ انت بقيتي كل يوم بتنكدي عليا، مصممه تخلقي مشاكل ما بيننا. مش حقيقي، انا زي ما انا التزمت معاك بكل كلمه قلتها لي قبل الجواز، وقبلت وصبرت ان انا افضل في الضلمه انا وابني على اساس وعدك ليا ان لما وليد هيكبر هتعلن جوازنا وتقول لمراتك، وانت دلوقتي بتتهرب يا فريد. الو الو مين معايا؟ وليد. الو الو وليد انت ابن فريد؟ انا ابن فريد. ايوه. انت عايزه بابي؟ الو عايزة تنزلي صورتي، عايزة تراقبيه، عايزة تزقي عليه واحدة، كل حاجة وأي حاجة أنا موافقة، المهم توصليني لحقيقته. هي مش رندة اتأخرت شوية؟ يا لهوي، يا بنتي ما تركزي معايا شوية. يا ستي مركزة معاكي وهريحك. بس الحقيقة إن رندة اتأخرت. بعدين بصراحة أنا متأكدة إن في حاجة بتحصل. جوزها ده بيعمل حاجات مريبة، صحيح لسه ما مسكتش عليه حاجة ولسه ستيل براقبه. بس لا أنا متأكدة إن في حاجة غلط. لا بصي كلمي لي رندة. شوفي لي ايه اللي بيحصل، اصل مش منطقي ابدا تقعد نص ساعه في الحمام. ماشي ماشي اهدي ثانيه. الو مين حضرتك؟ فين رندا؟ انا في النادي اصلا، انا جايه حالا، انا جايه حالا. رندا ايه؟ رندا اغمى عليها. فين؟ ايوه ايوه اكدب عليا شويه زي كل مره، اوعي تفتكرني ان انا ساذجه ولا عبيطه. انا كان عندي حسن نيه فيك يا فريد، فكنت بصدق كل الكلام اللي بتقوله، لكن بالنسبة لي دلوقتي وقت الكلام انتهى، مش هستنى غير أفعال. اللهجة دي مش هتنفعك في حاجة يا عبير، بالعكس انت كده هتخرب على روحك. ساعتها الخرابة يا حبيبة هيبقى على الكل، وأعلى مفخلك اركبه يا فريد. نهلة خضتني. ايه اللي قعدك في الضلمه كده؟ في ايه؟ كنتي فين؟ كنت في النادي. مع مين؟ مع رندا ورشا.
امال كلمتك كتير ما بترديش على موبايلك. معلش اصل النهارده كان في مشكله كبيره قوي. مش فريد طلع متجوز على رندا؟ ايه الغريب في كده؟ انت كنت عارف؟ اه. هو قالك؟ هو اللي قال. ده طلع الجهاز حقيقي فعلا. يعني صدقتي ان انا مش بخونك؟ يمكن انت متدرب عليه او في تريك معين انت بتعمله. مفيش فايده. انت عايزه تطلعيني خاين، مع ان اي ست في الدنيا تتبسط ان جوزها مخلص. الا اذا بقى هي بتعمل حاجه غلط وعايزه هو كمان يبقى بيغلط عشان تسكت ضميرها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ انت اتجننت في عقلك؟ انت اكيد اتجننت في عقلك. اهدي يا حبيبتي اهدي، انت مخك راح لبعيد. انا كل اللي بقوله ان انت عشان فاكره ان انا بخونك فانت شايفه ان عادي ان انت ما تحبنيش وتهملي في علاقتنا الزوجيه وتقصري من ناحيتي. مش مظبوط، بس انا واثقه ومتاكده انك بتخون، والجهاز الاهبل ده مش هو اللي هيبرئك يا حبيبي. طب ايه رايك تيجي نتراهن تدخلي معايا في تحدي لذيذ كده؟ ايه هو؟ بس كان حلو قوي كلاس النهارده. اه انبسطنا يعني. برضه مش هتيجي تصوري معانا النهارده؟ خلاص براحتك. يلا باي اشوفك. هاي يا فيروز ازيك؟ عارفاني مش كده؟ مش واخده بالي. ازاي؟ المطعم مش فاكره؟ طب انا رويده العمل، سمعتي عني قبل كده؟ وهو حضرتك تبقي ايه مثلا في المجتمع عشان اكون المفروض سمعت عنك؟ مغروره قوي، بس يا حرام غرورك ده مش لايق على انك تبقي واحده مش ماليه عين جوزها. وده عرفتيه ازاي بقى؟ كل الناس عارفه هاني عرفات بيعمل ايه. لا من الواضح انك انت جربتي بنفسك. بصي يا ماما، لو انت جايه هنا عشان خاطر تعملي لقطه تتنططي عليا انك عرفتي جوزي من ورايا فده ما يهزنيش ولا يقل مني، ده بس يبين ان انتوا الاتنين ارخص من بعض. موافقه؟ يبقى انت كده عرفتيني كويس وكمان سامعه علي والرساله تبقى وصلت. سلمي لي عليه كتير. باي. اول سؤال، انت ليه كنت خايفه تجربي الجهاز دلوقتي؟ عشان خايفه ان هو يطلعك كدابه؟ لا خالص، انا بس مش مصدقه في الجهاز الاهبل ده. ماشي، مع ان دي مش اجابه السؤال اللي بعده. بتحبيني؟ كنت بحبك. عمرك خنتيني؟ لا. عمرك حبيتي راجل غيري؟ لا. عرفت ان الجهاز ده مش مظبوط؟ الراجل ده يبقى هاني؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بس بلاش هبل بقى. اوعي تشيلي حاجه، ردي على السؤال. الراجل ده يبقى هاني؟ أنا مش هرد على الهبل ده. وطي صوتك عشان الولاد نايمين. ردي على السؤال وقوليلي، أنت حبيتي هاني؟ لا لا. إيه؟ ساكتة ليه؟ ما أنت كل مرة بتكدبي الجهاز ده. إشمعنى المرة دي مكدبتيهوش؟ مكدبتيهوش عشان بس ما يكشفش حبك لهاني، مش كده؟ الله على إخلاصك. أنا كنت حاسس، شفت في عينك لمعة وانتي بتبصي عليه ومش قادرة تشيلي عينك من عليه وهو بيتكلم. شفتك وانتي بتضحكي على إفيه غلس بيقوله، بتضحكي ومبسوطة. بس للأسف هو بقى مش شايفك، مش باصصلك حتى. تفتكري بعد ما نتطلق هيبقى شايفك؟ أنا بقولك مش هيشوفك. يعني رغم إن هو خاين إلا إنه بيعشق تراب فيروز. طالع يا نهر.
محمد لا والله لا. فريد ازيك حبيبتي؟ مالك قاعدة في الضلمة كده يا روحي؟ أخبار وليد إيه؟ وليد مين؟ مش عارف وليد مين؟ وليد ابنك؟ آه. إيه الموضوع؟ ليه يا فريد؟ ليه؟ تعرف ازاي؟ عبير اللي عرفت لك؟ اسمها عبير؟ قولي لي عرفت ازاي؟ هو ده اللي فارق معاك؟ اللي فارق معاك انا عرفت ازاي؟ مش فارق معاك اني عرفت اصلا؟ مش فارق معاك انا شايفاك ازاي دلوقتي؟ تعرف انا شايفاك ازاي؟ شايفاك حقير. انت ازاي تعمل كده فيا؟ ازاي تعمل كده فيا يا فريد؟ تاريك كنت عمال تحسرني وتخنقني كل لحظة عشان وانت معاها ما اسألش انت فين؟ والله برافو برافو عليك. تلاقي الشيطان واقف بيتفرج عليك وبيسقف لك بيتعلم منك. جديدة والله والله جديدة فريد. سبحان الله ربنا كبير اللي انت خنتني عشان توصل له. هو اللي كشفك ابنك. انا اسف والله العظيم غصب عني. انا طول عمري بحلم بالخلفة بحلم ان عندي ابن. ربنا ما اردش ان يكون عندي ابن معاك انت. انا اقسم بالله عمري ما حلمت ان انا يبقى عندي خلفه من اي حد تاني غيرك. بس هي اراده ربنا. المبررات العظيمه دي سبب مقنع قوي بصراحه. طب يلا ندخل جوه. يلا ندخل ننام ونعيش حياتنا عادي. ما هو ما حصلش حاجه. طب كنت طلقني يا اخي زي ما خدت فرصتك. كنت تديني فرصتي زي ما خدت فرصتك وخلفت من واحدة تانية غيري. كنت سيبني اخد فرصتي واخلف من حد تاني غيرك. مش حقي. بس ازاي ماشية بالكدب بالخطط؟ كنت صغير قوي فعلا. طلقني. انت بتقولي ايه؟ بقول لك طلقني. هو في ايه بالظبط؟ في انك راجل عينك فارغه وتافه وما احترمتش بنتك ولا مراتك. في انك موجود في مكانه انت ما تستحقهاش. ولو عايز تعرف اكتر اسال رويده. رويده دي عميله عندي وكانت عندي من شويه. يظهر انك زعلتها او زهقت منها فجت تنتقم منك وتكشف جزارتك قدامي. بس مش مشكله عادي. المهم تكون اتبسطت. الكلام اللي انت بتقوليه ده مش مظبوط. كلام فاضي. هي اصلا كانت عندي في الشركه وانا كذاب. بطل بقى. خلصت يا هاني. مش هي بس اللي عرفتني ده. انت عارف انك كنت سبب ان راجل يتجرأ ويحاول يتقرب مني ويدخل في علاقه معايا. انت بتقولي ايه؟ انت بتخوني ومش بس مع رويده. مع رويده وغيرها ومن زمان. انت طلعت مفتوح قوي يا هاني لدرجة إنك شجعت راجل إنه يدخل مكتبك ويسجل لك عشان يعرفني إن جوزي بيخني. يمكن أسيبك وأرضى أبص له. طبعًا طالما الراجل بيعك ومفضوح فالست كمان لازم يبقى عندها استعداد إنها تعك. شفت أنت وصلتني لفين؟ طلقني. فيروز أطلقك ده مستحيل. علشان خاطري فيروز سامحيني واديني آخر فرصة. وانا وعدك ان انا من النهارده هبقى بني ادم تاني. بس اديني فرصه اتغير. انا ما اقدرش اتخيل حياتي ثانيه واحده وانت مش مراتي.
ساعتها الموت هيبقى هو اللي سابحيني علشان خاطر بنتنا. يديني اخر فرصه، اخر فرصه. الزوج اللي يحط مراته في وضع زي اللي انا اتحطيت فيه ما يستاهلش اي فرصه تانيه، وزي ما هنت عليه لازم يهون عليا. انا نفسي في فرصه تانيه، ولغايه دلوقتي رفضت الدهان، بس انا مش هفقد الامل. بعد الطلاق اكتشفت اني لا حبيت ولا احب غير احمد. ما كانش ممكن اديله فرصه تانيه لانه كذب عليا سنين، فهمني ان وجوده معايا اهم من اي حاجه، وتاريخ اتجوز وبقى عنده ولد، وحجته ان احنا مش عارفين نخلف من بعض. ادى لنفسه الحق انه يجرب يخلف من واحده تانيه، وكان انا مش فارق معايا اني ابقى ام. كان فاكر ان ربنا مش رايد، بس ربنا اراد، واكتشفت اني حامل اول ما اتطلقت. عشان كده هسافر وهبعد، مش هرجع، مش هرجع الا بعد ما اخلف، وده اكبر عقاب ليك يا فريد. عمري ما هرجع لك تاني.